والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا للحضور الكريم، شكرا للسيد الرئيس لاستجابته وتفاعله الإيجابي اللي كان في الآن ديالو. كنشكر الضيوف ديالنا اللي جاو من المحمدية ومن كازا مش حاضرين معنا، كذلك الناس اللي متبعين اللقاء عبر الفيسبوك وجميع المواطنات والمواطنين اللي متبعين. كنعرفوا بان البلاد ديالنا كتدمر من واحد الجائحة كسائر بلدان العالم. الجائحة كتفرض علينا انه نلتزموا بالتدابير والاحترازية اللي كتنص عليها السلطات الصحية. ففي هذا الإطار من هذا السبب هو لقاء شبه مغلق، القوة انه مفتوح اكثر من اي لقاء اخر، لانه حضور يعني كاين عدد قليل نظرا باش نبقاو دائما في احترام مع التدابير، ولكن البث المباشر ديالو فكيخلي جميع المواطنات والمواطنين يتبعوه من الاماكن ديالهم. الشبكه الجمعويه للمواكبه والتقييم هي فخوره بهذا اللقاء الثاني اللي كيعتبر في الولايه الثانيه ديال التجربه ديالنا حنا كشبكه كديمقراطية تشاركية تسعى لإرساء واحد الأسس ديال التكامل والتعاون مع الديمقراطية التمثيلية، لأنه الديمقراطية التشاركية ما عمرها غتكون في بلاصة الديمقراطية التمثيلية، بالعكس هما كيكملوا بعضياتهم كيتعاونوا مع بعضياتهم كفلسفة تبنات عليها الشبكة من النهار الأول منذ التأسيس ديالها في 2016. اللقاء ديال اليوم هو تمرين ديمقراطي، لانه كان سول واحد العرف واحد العاده، هذه دابا المره الثانيه. هذا العرف كيحتاج مجهود من طرف المجتمع المدني، من طرفنا احنا كشبكه، ومن طرف كذلك المنتخب في المجلس الحالي اللي هو السي مصطفى الثانوي اللي كنعاودو نجددو ليه الشكر ديالنا. اللقاء ديالنا الهدف ديالو هو هذاك التواصل فقط لا غير، بدون اي خلفيه اخرى. واكيد انه ملي كيكون المجلس قابل انه يتواصل فهذا امر ايجابي يجب الاستغلال ديالو، لان مجموعه ديال المجالس راه ما كيديروش هذه المساله هذه. يمكن في مدن كبرى، حنا في سطات الحق مدينه صغيره ولكنها مدينه عريقه في الديمقراطيه، لان الجامعه ديال سطات هي السابع سنه في 1913، كملنا قرن وثمانيه ديال السنوات على التاسيس ديال الجامعه، ماشي بحال الجامعات الاخرين اللي الله داروا يمكن الستينات السبعينات كاين اللي جا من الاستقلال الى اخره. اذا سعيد باش يكون معنا في التنشيط هذا اللقاء السي حسن الخدري الاعلامي المتميز في المدينه في الاقليم. معنا كذلك السي عبد العزيز بيدن كفاعل جمعوي ومستشار سابق، اذا عنده تجربه ديال التدبير في العمل السياسي في العمل الميداني المحلي وكذلك الجمعه. معنا كذلك الأنسة صفاء هلال اللي هي طالبة باحثة عن ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية. قبل ما نطولوا نبداو بالكلمة الافتتاحية ديال السيد الرئيس، كنعاودو نجدو الشكر 100 يوم حققناها، وكان عندنا أسباب أننا عطلنا لأنه كان ما غاديينكم يبدو الأسباب، وكان كذلك الدورة لأن احتسابي هادشي كامل عندنا الزميلين والعطلة ديال أي عطلة دراسية كانت شكرا الاخ طارق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. في البدايه ارحب بكم السيد طارق جدان بصفتكم رئيسا للشبكه الجمعويه للمواكبه والتقييم للكوستات. ارحب كذلك بالاخ حسن الخدري ورحب كذلك بسي عزيز بن فاعل جمعي وعضو مجلس جماعي سابقا، أخت والأنسة صفاء هلال باحثة ماستر في المجتمع المدني، ورحب كذلك بضيوفنا عن شبكة الفضاء الحي المحمدي وكذا عن حي سيدمون. ورحب كذلك بزملائي نواب الرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء المصالح للجماعة الحاضرين معنا، ورحبوا بضيوفنا الكرام. كما أحيي كذلك
البث المباشر للقاء بشكل خاص لتقييم نيه يوم التكبير الجماعي بالصلاة. كما اتوجه لكم بجزيل الشكر على هذه المبادره الرائده والتي تنخرط في اطار ارساء مبادئ الشفافيه والانفتاح على المجتمع وفعالياته المختلفه من اجل بناء مستقبل زاهر ومشرق للمواطنات والمواطنين بهذه المدينه العزيزه علينا جميعا، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكيه الساميه الراميه الى تنزيل محتوى واهداف ومرامي النموذج التنموي الجديد. واسمحوا لي قبل الشروع في التفاعل مع اسئلتكم ان اعرض عليكم بعض المحاور التي قد تشكل ارضيه لهذا الحوار، والذي لا شك انه سيكون لقاء مثمرا وبناء. واود ان اشير في البدايه الى اننا منذ ان حظينا بشرف تولي مسؤوليه رئاسه هذه الجماعه، ومباشره بعد عمليه تسليم صلاه بتاريخ 3 اكتوبر 2021، اخذنا على عاتقنا اشراف جميع فعاليات المجتمع، فعاليات المجلس في مختلف الاجراءات والقرارات التي نتخذها في جو من التشاور والنقاش الجدي والمسؤول. وقد شرعنا في تجسيد هذه المنهجيه من خلال اشراك جميع فعاليات المجتمع المجلس في اعداد وتبني نظام داخلي جديد للمجلس يعكس طموحنا وارادتنا المشتركه لبناء الانسجام والتكامل بين جميع مكوناته. ولهذه الغايه قمنا بتنظيم لقاءات بين اعضاء المجلس وأطر المصالح الجماعيه ومسؤوليها من اجل التعرف على هذه المصالح وعلى مهامها وكذا الاكراهات التي تعتبر تنفيذ عملها على الوجه الاكمل. كما حرصنا على عقد لقاءات مع عدد من المصالح الخارجيه في اطار اجتماعات المكتب لمناقشه عدد من القضايا ذات الاولويه، حيث تم استقبال كل من الخازن الاقليمي والمدير الاقليمي للتربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياده والمسؤول الاقليمي عن قطاع الشباب وكذا مدير وكاله العمران ستارز. وبالاضافه الى ذلك حرص مكتب المجلس على عقد عده لقاءات على مستوى المصالح المركزيه لوزاره الداخليه من اجل بحث سبل دعم الموارد الماليه للجامعه وتقويه قدراتها وامكانياتها وكذا دعم بنياتها التحتيه بمشاريع كبرى ومهيكله، اي بناء قنطرتين على السكه الحديديه، بناء محطه القطار الجديده، المحطه الطرقيه الجديده. هاد القنطرتين هما القنطرتين اللي كنهضروا عليهم اللي غادي تكون على مستوى مفتاح الخير التي سوف تربط الجهه الغربيه بالمدينه، ثم على مستوى جهه الفرح عبر دير الزرع. اذا هاد القنطرتين ضروري اللي غادي ينتهوا، حنا كنتبعوهم باش خاصهم يخرجوا الحجز، زائد التهيئه كما قلنا ديال المحطه الجديده للقطار والمحطه الروحيه الجديده. كما تم فتح قنوات التنسيق اليومي مع السلطات الاقليميه والمحليه لمعالجه العديد من القضايا التي تهم تدبير الشان المحلي بهذه المدينه. ومن خلال عملنا اليومي والميداني قمنا بالعديد من اللقاءات والانشطه مع فعاليات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصاديه والثقافيه والحقوقيه بالمدينه من اجل بلوره رؤيه مشتركه لتنمية محلية ومستدامة، ولتلخيص عملنا في هذه الفترة التمهيدية 100 يوم يمكن أن نتحدث في إطار 5 محاور كبرى. المحور الأول محور التنظيم والهيكلة الإدارية للمصالح الجماعية. تم
رصد مكان القوة والضعف في تدبير المصالح الجماعية وإعطاء التعليمات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين والمرتفقين والعمل على إجراء حركة انتقالية داخلية لعدد من الموظفين وإعادة انتشارهم بمختلف المصالح الجماعية بما يضمن نجاح الجهاز الإداري في تنفيذ التوجهات العامة للمجلس في إطار القوانين والمصادر جديدها العملية. تم إصدار سلسلة من المذكرات التنظيمية المتعلقة بتفعيل مختلف المقتضيات القانونية المرتبطة بتخليق العمل الإداري وتجويد الخدمات الجماعية والأداء الإداري للمصالح الجماعية. الانخراط الفعلي في تنزيل مقتضيات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط مصادر إدارية عبر اعتماد وتسخير التقنيات الحديثة في مجال المعلومات وتقنيات الاتصال. الاندماج في المنصات الرقمية الوطنية التي تم إحداثها من أجل رقمنة الإدارة من خلال تثبيت الحسابات الجماعية في العديد من المنصات الرقمية الجديدة كمنصة الرخص الاقتصادية، منصة الشكايات، منصة الشفافية، ومنصة الحق في الولوج إلى المعلومة. تفعيل الدور الشرطة الإدارية والانتقال بها من مرحلة التحسيس والتوعية إلى مرحلة رصد وضبط المخالفات المرتكبة بالمجال الترابي للجماعة وإنجاز المحاضر وحتى المصالح المعنية على التدخل المباشر والحد لها. وقد سادق المجلس في دورته الأخيرة على القرارات التنظيمية المتصلة بعمل ومجالات الشرطة الإدارية. المحور الثاني، محور المالية المحلية. وجدنا أمامنا وضعية مالية متأزمة ومرهونة بتحملات تفوق بكثير قدراتها الحقيقية، كما أن عدم التوصل بجزء مهم من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة برسم 2021 وهو مبلغ 9 مليون ديال الدرهم و 656,000 من أصل 21 مليون ديال الدرهم و 75,000 المقررة بالميزانية قد زاد من تأزيم هذه الوضعية المالية. نوضح هذه المسألة أننا في المجلس السابق كانت برمجة كان خصنا ناخذوا واحد ضريبة على القيمة المضافة كتكون 21 مليون ديال الدرهم ولا شي حاجة. الظرفية ديال جائحة كورونا نقصت لنا وزارة الداخلية واحد 9 مليون ديال الدرهم من هذه الحصة. يعني كانت هذه الحصة 9 مليون ديال الدرهم وجات كملت لنا الحصة ديالنا غادي كملت لنا واحد الفائض اللي غادي يستثمر في التنمية ديال المدينة. كما صدمنا بمعدلات مخيفة ترتبط بمبلغ الباقي استخلاصه من الديون لدى الغير والذي فاق مبلغ 10 ملايير ديال السنتيم. هذا 10 ملايير ديال السنتيم هذا ديون باقى عند المرتفقين وعند الناس ديال اللي عندهم الأغنياء واللي عندهم شي حاجة اللي عندهم شي حاجة مع الجماعة فمن ضرائب ورسوم. إذا لنا باقي كديون فاقت 10 ملايير ديال السنتيم، وبالتالي يجب على الجماعة الانكباب بجدية لدى الجهات المختصة من أجل استخلاص هذه المبالغ. النقطة الموالية أننا كجماعة كمجلس جديد صدمنا بعدد وحجم الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد جماعة سطات بأداء مبالغ جد مرتفعة أغلبها تتعلق بالتعويض عن الاعتداء المادي للجماعة على عقارات غير، بحيث بلغ مجموع هذه الأحكام المستحقة للأداء ما مجموعه 19 مليون ديال الدرهم أي ما يقارب 2 مليار.
هنا بالنسبه لهذا هذه النقطه ديال 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 الاحكام، هادو اعتداءات ماديه، ان الجماعه الى دار شي مشروع فوق ارض غير صاحب هذاك الارض او العقار كيقوم بدعوى ضد الجماعه تعتبر بمثابه اعتداء مادي. ف كاين واحد المجموعه ديال الاحكام صدرت ضد الجماعه اعتداءات ماديه، وهذه الاحكام كلها نهائيه. عدم تمكن من كراء السوق الاسبوعي ومرافقه رغم عمليات طلبات العروض المتكرره دون جدوى، مما رفع امامنا التحدي للتدبير المباشر لهذا المرفق الهام بالاعتماد على الموارد البشريه الذاتيه للجماعه لمده 7 أسابيع متتاليه، وذلك قبل ان نتمكن من كرائه في جلسه طلب العروض ليوم 15 فبراير 2022 بمبلغ شهري بلغ تقريبا 55 مليون ديال السنتيم، وبالضبط 54 مليون ديال السنتيم و 8500. هذا المرفق ديال السوق الاسبوعي من بين المرافق المهمه اللي كتدخل فيها واحد المداخل مهمه اللي كتمشي للخزينه ديال الجماعه. فكانت الجلسه الاولى بتاريخ 6/12/2021 درنا طلب العروض من اجل كراء السوق. كانت جلسه غير مثمره لان كان اعلى عرض هو 27 مليون ديال السنتيم. من بعد درنا الجلسه الثانيه ديال طلب العروض مع 29/12/2021 كانت 44 مليون ديال السنتيم. هذه بالنسبه لي حتى هي جلسه غير مثمره لان ما وصلناش الرقم اللي كنا المعدل اللي خاصو يتوصل هو 56 مليون. اذا ملي لا الجلسه الاولى ولا الجلسه الثانيه اللي كانت غير مثمره جعلنا كجماعه كرئيس كمكتب المسير ديال الجماعه اننا درنا واحد العمليه ديال التحدي واستطعنا نديرو تحصيل مباشر عن طريق موظفين ديالنا ديال الجبايات وعن طريق موظفين ومستخدمي ديال المستودع البلدي، وما نساوش المؤازره والوقوف ديال الساده اعضاء والنواب الرئيس مع هاد الناس اللي كيستخلصوا هاد الواجبات وهاد الرسوم ديال البهائم السوق الاسبوعي، وقضاو ليالي بيضاء جمعة في الليل والسبت هادي باش تكون استخلاص ديال الجماعه وما يكونش مبالغ ديال المداخيل اللي غادي تمشي على الجماعه. وفعلا العمل اللي كان دار كان عمل جبار، واستطعنا شهر واحد والنصف ديال شهر واحد تقريبا غادي نكونوا وصلنا استخلصنا 51 مليون ديال السنتيم، والنصف ديال 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 الشهر ديال فبراير في جوج ديال 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 الاسابيع كانت تقريبا حتى هي مبالغ اللي هي مهمه دخلت للجماعه. وبهذا حتى هذوك الناس ديال السوق اللي كانوا كيعطيونا هذه المبالغ اللي شافوا هذه السمات ديالنا والوقوف ديالنا وما هبطنا شي بينا، فاستطاعوا في الجلسه الاخيره وصلنا لواحد المبلغ اللي هو مهم اللي تقريبا كما قلنا 55 مليون ديال السنتيم. وهذا نحن فخورين بهذا العمل وبهذه المبالغ ديال السوق اللي بقى شاد الريتم ديالو. اذا كما قلنا امام هذا الوضع المزري لماليه الجماعه وجدنا انفسنا امام عده تحديات للخروج من هذه الازمه، وكان لا بد من القيام باجراءات اهمها. اصدار مذكرات مصلحيه تتعلق بضروره الحصول على شهاده ابراء الذمه من مصلحه الجبايات قبل الحصول على جميع الرخص والشواهد المتعلقه بالبناء والسكن والمطابقه وعمليه الاشهاد وعلى صحه الامضاءات وعلى جميع الوثائق المتعلقه بعمليه البيع والكلاء والرهون طبقا لمقتضيات القانون 47/6. القيام بحملات مكثفه ومشتركه مع السلطات المحليه والامنيه من اجل تحرير الملك العمومي. تعزيز المراقبه على مداخل سوق الجمله لبيع الخضار والفواكه والمجازر الجماعيه. القيام بحملات
مكثفة بمشاركة مع السلطات المحلية والأمنية من أجل تحرير الملك العمومي ومراقبة التراخيص الممنوحة في هذا الشأن وعلاقتها بالوضعية الجبائية. توجيه عدد كبير من الإشعارات لكبار الملزمين أورانج، شركة أورانج، إينوي، باليبون، مما مكن من استخلاص مبالغ مالية مهمة عززت مداخل الجماعة. هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في رفع من المداخيل المدبرة من طرف مصلحة الموارد المالية للجماعة بزيادة بلغ 18% مقارنة مع نفس الفترة الربع الأخير من سنة 2020، أي بمبلغ إجمالي تجاوز 8 مليون درهم، مع الإشارة إلى أنه تم تحقيق 54% كزيادة في مداخل سوق الجملة مقارنة مع مداخل نفس الفترة من سنة 2020. يعني كاين مداخل مهمة اللي في شهر 10 و11 و12 اللي كانت مداخل ديال السوق ديال الخضر والفواكه اللي مقارنة مع السنة الفارطة ديال 2021 اللي وصلت مداخل فقط بنسبة 54%. وعلينا أن نسجل هنا كذلك هذه المجهودات مكنت من تحقيق فائض إجمالي حقيقي بلغ 6,972,723.99 درهم، وهو المبلغ الذي تمت برمجته في الجلسة الأخيرة من دورة فبراير 2022. هذا المبلغ اللي قلنا لنا ديال 6,972 هذا هو الفائض. كنا كنديروا المداخل كنقصوا من المصاريف، بقات لنا هاد تقريبا 7 مليون درهم هي اللي تبرمجت في الدورة، وكان كون دخلت لنا 9 مليون درهم كان غادي يكون فائض مهم اكثر من 7 مليون درهم. المحور الثالث، تشجيع الاستثمار. كتشخيص اولي وجدنا امامنا منطقة صناعية غير مؤهلة وتشكو من تدخل كبير على مستوى بنيتها التحتية، مما أثر سلبا على جاذبيتها الاستثمارية وعلى دينامية التشغيل بها ووضعية عقارية لا زالت في طور التسوية عن طريق مسطرة نزع الملكية. وضعية متعثرة لمشروع بناء المركز التجاري الفتح مكرو في ظل احتجاجات متواصلة للتجار والمستفيدين لعدم إكمال هذا المشروع. كان هناك لقاء مع مدير شركة العمران والجمعيات باش غادي نحاولوا باش نحلوا هذا المشكل. وللخروج من هذه الوضعية قمنا بعدة إجراءات، أهمها استكمال الملفات التقنية المتعلقة بالتسوية القانونية للوضعية العقارية وللمنطقة الصناعية. تمت برمجة اعتمادات مهمة من ميزانية الجماعة من أجل تأهيل المنطقة الصناعية على مستوى الطرق والإنارة العمومية. تم إدراج نقطة بجدول أعمال دورة فبراير 2022 التي انتهت جلساتها أمس. استمع خلالها المجلس لعدد من العروض والإيضاحات حول الوضعية الحالية للمنطقة الصناعية وللوحدة الصناعية بها، بما فيها منطقة سيتا بارك بحضور مديرها العام، حيث تم اتخاذ توصيات مهمة بشأنها، ومن بينها تأهيل المنطقة الصناعية الحالية بتعزيز البنيات التحتية، تفعيل الدعاية والتسويق للمنطقة الصناعية وتعريف مؤهلات المدينة، العمل على احترام دفاتر تحملات متعلقة باستغلال الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية، التمكن من منح التراخيص في المجال الاستثماري من أجل إحداث عدة مشاريع، أهمها منتجع سياحي يضم فندقا ومحطة خدمات ومسابح، هذه في المدخل الشمالي ديال المدينة، حي جامعي خاص متعدد المرافق بمواصفات حديثة. هذا الحي الجامعي واحد مستثمر رجاء خدا واحد قطعة أرضية حادية
للبول اليونيفرسيتير، وغادي يكون في واحد المشروع طموحي جامعي جديد، وغادي يكون تو مراسلات حديثه، غادي يكون هو ك مشروع استثماري غادي يكون يعود بالنفع على المدينه. البحث عن السبل والصيغ الكفيله بحل مشاكل تعثر سوق الفتح في اطار منظور جديد وناجح. المحور الرابع، محور البنيات التحتيه الاساسيه في تشخيصنا لوضعيه البنيات التحتيه بالمدينه، لاحظنا النقص الواضح في الشبكه الطرقيه بالمدينه، حيث وجدنا بنيه طرقيه متهالكه بدءا من شارع الحسن الثاني الى باقي احياء المدينه. ضعف واضح في تغطية المدينة بالإنارة العمومية وتزايد الأعطال الناجمة عن قدم التجهيزات المتعلقة بها في أغلب أحياء وشوارع المدينة. خصاص كبير بالبنيات الريادية، حيث يعاني شباب المدينة وجمعياتها الريادية من نقص كبير في البنيات والتجهيزات الريادية من حيث ملاعب القرب بالأحياء وعدم تأهيل بعض الملاعب القابلة للاستغلال من طرف الأندية المشاركة في الجامعات والعصر. تردي كبير في وضعية المناطق الخضراء والحدائق والأشجار الواقعة بأرصفة وشوارع الأزقة. وكاستدراك أول لهذه الوضعية، قمنا ببرمجة اعتمادات مهمة سواء في الجزء الأول أو الثاني من الميزانية من أجل تدارك النقص الحاصل في هذا الشأن. كما قمنا من جهة أخرى بالعمل على استكمال بعض المشاريع المبرمجة، ومنها طريق مؤدية إلى المقبرة الجديدة. لأن تم موافقة المجلس على إحداثها بالجهة الغربية قرب التكلة العسكرية. طريق ولا سعيد، مدارة طريق الدار البيضاء على مستوى الطرق السياحية، وكذا أشغال ترصيف الأزقة بعدد من أحياء المدينة. المحور الخامس، الآفاق المستقبلية. بعد هذا التشخيص الآفاق المستقبلية، النقطة الأولى تتعلق بمستوى تأهيل الإدارة والمصالح الجماعية، تفعيل الهيكلة الإدارية للمصالح الجماعية، وإعادة إنشاء الموظفين بما يتلائم مع الحاجيات الحقيقية لهذه المصالح، تعميم رقمنة المصالح الجماعية وإرساء شبكة إلكترونية داخلية للتواصل بين المصالح، تحيين البوابة الإلكترونية للجماعة وإعادة تصميمها وهيكل جهازها الإعدادي، تعزيز آلية الافتحاص الداخلي، تفعيل دور الخلية المكلفة بتلقي شكايات المواطنين ومعالجتها والرد عليها عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للشكايات، إحداث نظام للعنونة تطبيقا لمقتضيات المادة 65 من قانون 113 المتعلق بالجماعات، تفعيل جميع الإمكانيات الرامية إلى تعزيز الموارد المالية للجماعة وفق خطة محكمة بتعاون مع جميع المتدخلين على المستوى المحلي والمركزي، إطلاق عملية واسعة لإحصاء وضبط الأراضي الحضرية غير المبنية بمدينة سطات، العمل على التموقع الجديد داخل برنامج تحسين أداء الجماعات الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، العمل على تحسين مناخ الأعمال للجماعة عبر تحسين ظروف استقبال المستثمرين ومواكبتهم وحسن توجيههم، على مستوى البرامج التنموية الكبرى الاستعداد لوضع برنامج عمل الجماعة 2022-2027 وفق مقاربة تشاركية واسعة وواقعية. هذا برنامج العمل رداد دابا ديال المساطير ديالو، هذا برنامج العمل هي وثيقة ما بين المجلس والساكنة والمدينة، وفي واحد مجموعة ديال المشاريع اللي خاص في الفترة ديال المجلس الحالي خاصها تنفذ، والآن
طبق القوانين الجاريه للعمل ان برنامج العمل اللي بدا في الفتره السابقه السنه الاولى حنا خدامين به ريتما نبداو برنامج نصادقوا على برنامج عمل جديد استكمال تنفيذ برنامج التنميه الحضريه لمدينه صفات وفق مقاربه جديده الاسراع والتنفيذ برنامج التنقلات الحضريه لمدينه صفات. هذا البرنامج التنقلات الحضريه حتى هو راه سالي مفعول وهذا عنده واحد الدور كبير. هذا البرنامج ديال التنميه برنامج التنقلات الحضريه بلان ديبلاسمون اوربان هذا هو ينظم جميع الحركات داخل المدينه سواء راجلين او سيارات او دراجات ناريه وكيسهل الممر المرور ديال 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 التحركات على مستوى الازقه والشوارع. الاعداد الجيد لمشروع تصميم التهيئه الجديد. تصميم التهيئه الجديد هو تعقب الانطلاقه ديالو وغادي يكون تصميم غادي يخرج للوجود قبل 31 ماي 2022. دابا مكتب الدراسات مع الوكاله الحضريه اللي كيشتغلوا عليه وهذا البلان داميناجمون هذا هو اللي كي خاصو يكون شي تصميم تهيئه مزيان اللي غادي لان عنده مده ديال الصلاحيه ديالو 10 سنوات وهو عنده دور اقتصادي وتنموي ديال المدينه لانه هو ديال بما هو تحميلي تاهيل المنطقه الصناعيه وتسويه وضعيتها العقاريه اعداد مشروع منطقه صناعيه جديده بالتنسيق مع السلطه الاقليميه هذا غير بالنسبه للمنطقه الصناعيه وتسويه الوضعيه العقاريه ديالها هذا هو اختلاف في المجلس السابق واحد المقرر بتسويه الوضعيه العقاريه ديالها وغادي الان كاين كيجي ما يقارب واحد 40 هكتار كاين 6 ديال الهكتارات ديال الجامعه وكاين 12 هكتار ديال الدومين ولا المخزنيه وكاين شي 22 هكتار ديال الخواص وهذه هي اللي غادا نزع الملكيه ديالها والمسطره ديالها راها في المسطره الاخيره الان في امام العام للحكومه وخاصها تخرج بالجريده الرسميه ومن بعد غادي تدوز الحيازه وهذا باش عاد الجماعه غادي دير توسعه ديال المنطقه الصناعيه هنا اللي تنقطع الكيسب اللي من ديالها تما فين كاين واحد 22 هكتار وشي لاخر الوحدات الصناعيه اللي كاينه في المنطقه الصناعيه الاولى ولا الثانيه باش هذوك الناس التسويه العقاريه ديالهم يتملكوا هذوك الناس ديال الوحدات الصناعيه باش تكون الحركه الاقتصاديه والصناعيه تما تكون مزيانه تأهيل الأسواق الشعبية وإحداث سوق بلدي نموذجي. هاد الأسواق الشعبية اللي كاينين دابا ماشي في المستوى ديال المرافقين ديال السكنة، كنفكروا واش يكون تأهيل ديال هاد الأسواق الشعبية، وبغينا نديروا واحد السوق بلدي نموذجي هو فين كاين حيط هابو، هذا هو اللي غادي يكون تما إن شاء الله. تأهيل المطرح العمومي للنفايات وخلق مشاريع لتثمينها وإعادة تدويرها. اتخاذ الاجراءات الاعداديه اللازمه للتدبير المفوض لعدد من القطاعات الحيويه وجمع النفايات المنزليه الاناره العموميه المجازر الحدائق والنافورات العموميه اتخاذ التدابير اللازمه لاعلان مدينه صفات كمدينه ذكيه سمارت سيتي بالتعاون مع باقي المصالح والقطاعات ذات الصله برقمنه الخدمات العموميه للمدينه هذا توجه ديال الدوله باش تكون الرقمنه ديال جميع الخدمات العموميه وباش تكون هذه المدينه الذكيه وراه بدات التجربه الاولى بدات في الدار البيضاء ومن بعد عاد باش غادي تعمل اعداد وتنفيذ خطه متكامله وشموليه لسياسه المدينه وفق المعايير الوطنيه على مستوى تفعيل اليات التشاركيه سيتم العمل على ابرام اتفاقيات الشراكه والتعاون مع مختلف المتدخلين في مجال التنمية المستدامة على مستوى الجهة والإقليم. إحياء اتفاقية توأمة وإبرام توأمات جديدة لتعزيز التعاون اللامركزي والدولي بالمدينة. تفعيل دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وتجديد هياكلها.
وضع خطة منسجمة للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني وتعزيز دور الجمعيات في المشاركة في تدبير الشأن المحلي. قبل ما نختم لابد تمرينا مرة الكرام على الأحكام القضائية اللي أن بعض المبالغ اللي هي أصبحت نافذة على الجماعة كما قلنا 19 مليون درهم. لابد خصنا نوضحوا بعض الأمور. كانت واحد من بين هذه الأحكام اللي هي قاسية كاينه واحد اعتداء أن تحكم ضد الجماعة واحد اعتداء مادي يتعلق بحديقة السلام. الحديقة ديال السلام هي اللي قدام العمالة بجوار الوكالة الحضرية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. هذه كانت دعوة اللي كنصدر ضد الجماعة، وهو أن الجماعة ذات حديقة عمومية فوق العقار كاين واحد الشو ديال الخرج. المحكمة أو الأطوار ديال القضية دازت ابتدائيا استنادا وصلت حتى النقض، وكانت تحكمات ضد الجماعة باش نخلصوا لواحد من هذو الإخوان جوج 11 مليون ديال الدرهم، مليار و100. الأخ ديالو حتى هو لأن كان سحب الدعوة ديالو ودات واحد اتفاق رضائي مع الرئيس السابق ملي يتحل المشكل ديال الاخ ديالو حتى هو ياخذ مبلغ نفس المبلغ اللي خد الاخ ديالو، بعدا يحيد واحد الرهون وشي حاجه كبيره اللي بقى العقار ديالو. المحكمه حكمات دابا الان 11 مليون ديال الدرهم نافذه وخاص الجماعه تخلصها، والرئيس السابق دار واحد البروتوكول داكوغ ان هذاك المبلغ ديال 11 مليون ديال الدرهم يتقسم على 4 ديال الاشهر، ولو الشهر الاول خاصو يتخلص قبل ما تم فبراير 2022، والشهر الثاني 23، والشهر الثالث 24، والشهر الخامس 25. المبلغ كنا خصنا نخلصو 281 مليون ديال السنتيم كل سنة، المجموع 11 مليون ديال الدرهم، عاد باش 11 مليون ديال الدرهم أخرى ديال الأخ ديالو. حنا ملي فعلنا هذا هو العمل اللي 30 100 يوم الربح ديالنا، هو أن بدينا كنشوفو حنا حكم قضائي على بدا خصنا نطبقو لأن ما يمكنش، ولكن بان لينا ان هذا المبلغ اللي هو كثير فوق حديقه عموميه ودار الخبره ديالها 6000 درهم، يعني كيبان لينا هادشي مبالغ فيه، في حين اننا حنا كمجلس والمجلس السابق دوزنا الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء 3000 درهم، يعني هاي بنايه 3000 درهم وهنا غير حديقه 6000 درهم. هذا بعد الخبره وبعد المحكمه احنا غادي ننفذوا هذا الشيء، ولكن بقينا كنقلبوا كنشوفوا مع المحامين ديالنا شنو الطريقه اللي خاصنا نديروا، واش كاين شي طريقه اخرى باش نديروا نمشيو في النقد ولا هذه باش نشوفوا هذه. في ديك الفتره اللي احنا كنشوفوا شنو خاصنا نديروا لقينا وثائق كاينين في القسم ديال الممتلكات ان هذوك الوثائق كتقول العكس ديال داك الاعتداء المادي اللي تقامت فيه الدعوه ضد الجماعه، ان الجماعه في الثمانينات دارت المصادر ديالها وما كانش اعتداء مادي، كان اختلاف في المبلغ ديال ان الجماعه كانت ذات 150 درهم للمتر كاري،
السيد ما قبلش 150 درهم، المجموع شحال هو 80 مليون ديال السنتيم، يعني الاخ واحد فيهم غادي ياخذ 40 مليون والاخر غادي ياخذ 40 مليون ديال السنتيم. حنا بقينا كنتبعين المصادر باش نلقاو شي حل اخر باش خاصنا نديرو، لان ظهرت هذه الوثائق وظهر موقع جديد. فاذا بالسيد اللي كان رافع الدعوى على الجماعه والحمال اللي صالحه بمليار و100 كيقدم تنازل على هذا المبلغ، وهذا بالنسبه لنا احنا واحد النجاح كبير، ان حاولنا نربحوا هذيك 11 مليون ديال الدرهم والجماعه ما تكونش عندها الثقل ديال الدرهم. اذا بالنسبه للاخ ديالو يعني عنده غير عقد تراضي، ماشي عنده عقد ماشي ديال المحكمه، اذا الوقت اللي غادي نشوفوا معاه حتى هو غادي ان الاخ ديالك راه دار تنازل. بالنسبه لك انت راه النصاره اللي كانت وغادي نشوفوا معاه، يعني حنا 2 مليار و200 في هذه الفتره اللي دوزنا نقدنا خزينة ديال الجماعه، وكانت غادي تاثر على الخزينه ديال الجماعه. فباقي عندنا ملفات اخرى حتى هما عندنا فيهم التنفيذ. في الاسبوع المقبل غادي نديروا اجتماع على هذه القضايا مع المحامين ديالنا ومع اللجنه الدائمه المكلفه بهذه، باش نشوفوا الطريقه ديال الا كان ممكن باش تما نتفاداو هذه المبالغ. فكنعاود راه كنقولها ان واحد المجهود كبير، وان حاولنا باش ما يكونش داك هرب المال العام، وان نحن الان انقذنا خزينه الجماعه من 2 مليار و100 اللي كانت في المحكمه وفي التنفيذ وبيان الاعتراض ديال التنفيذ، وراه كانت تقسمات على شكل دفعات. احنا دابا الحمد لله تعفينا منها، ما تبقى داك الاتفاق التراضي اللي كيدير لي انا غير قانوني، واخا تدار مع الرئيس السابق لانه يعتبر بحال وعد البيع، ولكن خصو لابد يكون صادر على المحكمه، وهذا باقي فيه. اذا سمحوا لنا الى طولنا، ورحنا نحن رهن الاشاره لبعض التساؤلات اللي كانت عند اخواني الاخ والاخت. شكرا لكم السيد الرئيس، شكرا لكم على التوضيحات وعلى التوطئه اللي وضحتوا فيها مجموعه من النقاط اللي درتوا في هذه 100 يوم في المرحله الاولى. ما عرفناش في الشركه اليوم بزاف لان عندنا الوقت شويه مضروب. نبداو بالسي حسن. تفضل السي حسن. شكرا للسيد الرئيس على ازاحه الاتصال وعلى التواصل بينهم خلالنا مع الساكنين ديال الصلاه. شكرا للشبكه التنعويه للمواكبه والتقييم في الصلاه اللي حضرت هذا اللقاء كذلك. شيء طبيعي انه حنا كاعلاميين مع السيد الرئيس مصطفى التنعوي، انه دائما كان واحد التواصل واحد يعني ما عمرو كان واحد الكلام، ما عمرو كان نقفل الباب ديالو في جنة سوتو انا على الخصوص نتكلم على نفسي. اذا تنشكرو ثاني على هذا العرض القيم اللي قام به، وعلى هذه 100 يوم ديال الاعمال اللي بانت فيها ان كاينه واحد النيه صادقه للتنميه ديال المدينه، وكاين واحد البرنامج طموح واستعداد واحد المبلغ مادي مهم. اللي بغيت نمشي فيه هو انني انا ما غنتكلمش على 100 يوم. 100 يوم بين لنا فيها الرئيس اشنو كان فيها والعمل اللي كان فيها وتنعمل تنعتبرو فيها، ولكن غنتكلم على هاد 100 يوم في اطار الاستمراريه. السيد التنعوي 2022 راه حنا 30 سنة في المجلس البلدي ديال الصلاح، يعني وكائن دائما تيتحمل المسؤولية. جوج الولايات كان كنائب أول ديال الرئيس، والولاية ما قبل الأخيرة كان هو الرئيس، وهاد الولاية جدد فيه الثقة كرئيس لأول مرة في تاريخ الصلاح، أنه تيكون واحد الشخص
رئيس لولايتين ولو انهم متباينين. اذا غنمشيو في هذا الاطار لانه هو الى جينا ناخذوا دابا هذا الوضع الجميع مع احترامات جميع اعضاء ديال المكونه المجلسيه هذه اننا اخذنا السيدي فغيلقاو بان السيد الرئيس بانه بحكم انه دوز على الاقل واحد الفتره ديال 20 سنه كمسير تيسير سواء رئيس سواء كنائب رئيس هسي الضريبه تقلب حتى على 30 سنه. اذا اللي مؤهل انه للرئاسه هو السيد الرئيس. لذلك انا نسولك السيد الرئيس اننا الان مدينتنا انا ما كنتش عارف المدينه ديالنا اشنا هي. واش هي مدينه صناعيه ام مدينه فلاحيه ام مدينه سياحيه؟ لا هذا ولا هذا. تكلمتوا على الحي الجميع على الحي الصناعي 60% الان ديالو شات حالته ما بقاتش خدامه. الفلاحه الوضع الكارثي اللي تنعيشو. السياحه لا لوطيل دو بارك اللي كان واحد شويه زيرو الى الغولف لا الغابه المتنفس واحد ديال المدينه لا البحيرات اللي كانوا لا الجماليه ديال مدينه صفاص كلها تغيرت. اللي بغيت نقول السيد الرئيس ظل هذه الاستمراريه ديالكم هل من تصور لناحيه المدينه ولتدبيرها المحلي ولماهيه المدينه في محيطها الاقليمي والجهوي واحد برنامجكم الخمس سنوات القادمه خاصه ان صفه تعرف باننا كنا حنا كنا عاصمه ديال الجهه واصبحنا سادين الدار البيضاء دار البيضاء صفات هاد الجهه الغول لان تتبع كل شيء. اذا هذا تدخلكم في المجال بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للسي طارق على هذه الاستضافه وكنشكر السيد الرئيس على المبادره الطيبه وهذه اللقاء التواصلي في هذه الامسيه وشكر الاخوان الحاضرين. فإذا تاملنا ميزانيه الجامعه فنجد هذه الميزانيه هي ميزانيه هزيله جدا بالنسبة لتطلعات الساكنة مدينة صفات. هي هذه الميزانية لا تبقى إلى المستوى المطلوب وهي تطلعات الساكنة بأجمعها. ثم عندنا المشكل ديال الباقي استخلاصه، الباقي استخلاصه هو 11 مليار. هذا الباقي استخلاصه خص تبدا فيه واحد المجهود، مجهود كبير وإشعار الملزمين بالأداء. ثم أن هذا الباقي استخلاصه هو عبارة عن شقين. باقي استخلاصه حقيقي وباقي استخلاصه وهمي. وحقيقي هو المداخل الجامعه من العقارات التي تملكها هي المداخل الحقيقيه. ثم المداخل الوهميه اللي هي رسومات على المدارس الخصوصيه اللي كانت في السابق وشركات وهميه الى غير ذلك. اذا هنا كيخصو واحد المجهود يدير باش نعرفوا باش نعرفوا الجماعه اشنو هو الباقي استخلاصه حقيقي. لان يعني كنظن انا في الحساب هذا ما غاديش يتجاوز الباقي استخلاصه 4 مليار كنظن انا على حساب. اذا ما كانش واحد المجهود منكم ومن السيد العامل في الاصطات ومن قابل باش تخرجوا واحد الحل يكون يعني واقعي. هذا بالنسبه للباقي استخلاصه. بالنسبه للميزانيه الهزيله اقول دائما واكررها الميزانيه هزيله لا تبقى الى المستوى المطلوب الى التطلعات الساكنه التي تعاني البطاله والهشاشه والكل يعرفها. يعني هذه المساله انا ما غاديش نذكرها لان هي مرغوبه على الصعيد يعني الساكنه لان الساكنه تعيش في يعني بطاله. والكل كان الثمانينات كان يعني حي صناعي مضطهد كان تقريبا اكثر من 4000 عائله او كان كلها كتعيش من هذا الحي الصناعي. اذا ان الحي الصناعي عاقته يعني عده صعوبات فأنا كنتمنى لو كان يعني واحد الحوار جاد بين المجلس البلدي ديال الإدارة كنداء لهم حوار جاد بين المجلس البلدي وبين أصحاب هذه المؤسسات المغلقة من أجل يعني تسهيل المصادر ومن أجل مثلا إزالة الضرائب إلى غير ذلك من أجل استئناف العمل وتوفير مناصب الشغل ل ساكن الصفات التي تعاني من قلة الشغل. ثم ان كذلك
تتبعت عرضا لي خلال الدورة لمشروع سيتا بارك، وهذا مشروع أنا يعني في الأمر يعني حسب على الأمر يعني لأنه يعني غير ناجح. لماذا غير ناجح؟ لأننا كنلقى القهوة هذه الوحدة تخدم كل جميع الوحدات تقريبا أو نقول 90% أو 95%، لأن هذه الوحدات تخدم ثلاثة أربعة إلا هذا راه ما غاديش خلينا عام هذا كنلقاو ثلاثة أربعة كنلقاو الراجل والزوجة ديالو ولدو وبنتو مثلا. إذا هنا فين هاد المناصب الشغل بالنسبة لسيتا بارك فكنشوف هاد الطريقة هادي راه ما خدامش. إذا أش كيخصنا؟ كيخصنا وحدات صناعية يعني عملاقة عملاقة. حنا برشيد إذا كنشوفو برشيد كنشوفو واحد السوان عندهم مشاريع كبرى كتخدم 3000 4000 يعني كل مصنع كيخدم 3000 4000. إذا بقينا غير على مثلا 3 4 3 4 فهذا يعني أنا كنشوفو دابا بأن المشكل ما غاديش يتحل بصفة نهائية. ولذلك كاين المشكل ديال العقار كنتمناوكم باش تصفيو هذا العقار، هذا يعني هذا مشكل. ثم المشكل الثاني وهو مشكل التسويق. التسويق يلعب واحد الدور كبير، حنا عندنا في عالم العولمة راه يمكن تسوقتو مع عندنا التوأمة. التوأمة علاش جايينها؟ والجماعة كتخلص واحد الواجب سنوي. كاين التوأمة، كاين التوأمة مع تور فرنسا، كاين في الصين، كاين في الإمارات، علاش ما نستغلوش هذه التوأمة ونشوفوا الناس مستثمرين في هذه المدن اللي عندنا مع التوأمة ونجيبهم من يستثمرون الماجستات. الناس باقينا في ملي صادق اننا مشينا لبيصرة لقينا مؤسسة وحدة صناعية كتشغل 12000 واحد خدام فيها. إلى هنا بيصرة مادي تشي دي لكم عندنا معها سميتو عندنا معها توأمة خدمة مؤسسة وحدة فيها كتخدم ديال توشيبا كتخدم 12000 ديال اليد العاملة. إلى هنا كنشوفو 12000 عامل ديال العاملة راه ماشي ساهلة كون جلنا هذاك المستثمر وكان واحد الحوار جاد مع ذاك الوقت كنت جبنا الصفات وغادي نقدر نخدم لينا هاد اليد العاملة. إذا هذا كسؤال أول وشكرا. بغينا نناقشوا محور 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 لان انا مشيت في المحور الاجتماعي السي بيدو مشى في المحور الاقتصادي وبين الزناد شنو محور محور تبدا تكون واخد الفائده مشيت في الثاني دونك الاخت اللي شفتها شي تدخل شكرا خاص السيد الرئيس جميلة. يعني
أن الجامعة الآن 45,000 طالب اللي كاينين في الجامعة، والجامعة هاد 45,000 طالب كلها كتهبط للمدينة، كيشتغلوا معاهم الطاكسيات ومعاهم الصناد والكرا ديال المحلات. فالجامعة عندها واحد الدور كبير في حركة العجلة الاقتصادية ديال المدينة. فبالنسبة للهوية بالضبط ديال المدينة ديال الصفات، وهي صناعية فلاحية، هذا الشيء علاش كنبغي يدار في عصيط لاكروبول اللي كنبغي يدار لي مشى للكناس. والآن حنا مازال متشبتين بهذا المشروع. بالنسبة للصناعة ضرورية كنبغي واحد التوازن. بالنسبة للسياحة الحمد لله عندنا فضاء غابوي مهم، عندنا هذيك البحيرة الآن اللي راها غادي تخرج الوجود في أقرب وقت إن شاء الله. فالمدينة ديال تبسطات عندها واحد التنوع، ما هو صناعي وفلاحي وسياحي. بالنسبة للسؤال ديال السي بدر، أن فعلا الميزانية ديال الجماعة هزيلة، أن المشروع ديال الميزانية بصفة عامة 10 مليار و11 مليار، وهاد 10 مليار و11 مليار شنو هي؟ هي أرقام ولكن خاص مداخل. إذا كانت مداخل هذه الميزانية راه كنوصلوا لها، ما كانش مداخل كيبقاو هذوك الأرقام عم تعطيها، يعني ما كاينش أن الميزانية محطوطة هكا كتصرف لها. وراكم ندوز معنا في المجلس عضو عارفين شنو مهم، أن الميزانية ديال الجامعة عندنا 47% كياخذوها الموظفين، كتبقى تدبير مفوض ديال النظافة اللي عندها 14 مليون ديال الدرهم، كتبقى الإنارة العمومية 12 مليون ديال الدرهم يا 200 دينار العمومية، وكتبقى المسائل الأخرى اللي هي بسيطة جدا اللي كتبقى، يعني الميزانية لا ترقى إلى مستوى تطلعات المدينة. بالنسبة للباقي استخلاصون راه عنده ارتباط هو بالميزانية. لو كنا دخلنا هالمبالغ وهالديون، يعني هي اللي غادي تعزز الميزانية، وهذوك المداخل هي اللي كدير بها التنمية ديال 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 المدينة. فالباقي استخلاصون حنا في آخر كما قلت لنا في اللقاء في الكلمة ديالي، أننا صعدنا كنا لقاءنا الخزي الإقليمي، ومن بين النقاط اللي هي أساسية تكلمنا عليها وهي باقي استخلاص. وسيد خازن الإقليمي مشكور بالغير الوقت اللي توجدوا نتوما، حنا موجودين غيجمع القباط ديال 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 المدينة، والناس ديال الضرائب والناس ديال السلطات، وغادي نحلوا هذا المشكل ديال باقي استخلاص. لأن باقي استخلاص كما قلت دابا السي عزيز، ان من هذيك 10 مليار و 11 مليار راه نقدروا نلقاو واحد 3 مليار ولا 4. علاش؟ لان هذا باقي استخلاصه كاين حقيقي، وباقي استخلاصه اللي هو وهمي. الوهمي شنو هو؟ هو واحد الشركات كتجي كتفتح واحد المحل، كتاخذ هذا الفون كوميرس ديالها، وكتاخذ المسائل ديالها باش تخدم، وكتطلق هذاك المحل وكتمشي بحالتها، والضرائب كتبقى كتجي على هذاك الضرائب المهنيه، كتبقى تجي على هذاك المحل اللي هو ما بقاش اصلا. ولكن كيفاش خاصك تحيد ليه؟ يصعب. علاش؟ واحد الشطر عليه، لان الشطر تاعي راه بحال الشطر تاعي واحد المبلغ ديال الدوله. لهذا غادي تكون واحد اللجنه اللي غادي يكون فيها السلطه الاقليميه، يكونوا فيها الناس ديال الخزينه، الناس ديال الجامعه، باش يضبطوا هاد الشيء مزيان اللي تشطر عليه هاد الشطر عليه اللي غادي يبقى. إذن هذا باقي استخلاصه هذا هاجس ديالنا خدمة الجماعة، ولكن كان جميع الجماعات كلهم عندهم مشاكل. حنا حضرتوا معنا في المجالس السابقة، حتى واحد ما قدر ياخذ قرار باش يحيد شي مبلغ،
حيت واحد الشركه السميه ديالها كاين عليها واحد المبلغ كل سنه كيتزاد، ولكن باش تحيد ليه هي صعوبه باش تحيد ليه. اذا باش تحيد ليه خاصو يكون واحد البحث متعمق، وتكون تكون تكون الجهات المعنيه هي اللي خاصها تحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء. بالنسبه للمنطقه الصناعيه كما قلتوا خاص النهوض بالمنطقه الصناعيه باش هذا المستثمر يجيو وباش تخلق فرص ديال الشغل. فعلا حنا من اولويات الاولويات ديالنا وهي النهوض بالمنطقه الصناعيه من اجل خلق فرص الشغل. الدليل على ذلك هو اننا حنا برمجنا في واحد البرنامج ديال استعمال الاعتمادات المتعلقه بمنحه الجماعه من برنامج تحسين اداء الجماعات، برمجنا تهيئه الطرقات في المنطقه الصناعيه واحد 2 مليون ديال الدرهم، انشاء اعمده واسلاك في المنطقه الصناعيه واحد 1 مليون ديال الدرهم. الطرقات والاناره العموميه ضروريه، لان ذاك المستثمر الى جا لقى الظلام تما لقى الطرقات محفرين ما غاديش يجي، لان بالنسبه لبعض الوحدات الصناعيه لا في المنطقه الاولى ولا في الشهر الاول ولا الشهر الثاني هذا كيتبان ليا راه غير روح بدون جسد بدون روح. اذا خاص لابد حنا دابا تهيئه باش نوجدوا للمستثمر في ارضيه ديال العمل، وهذيك الساعه كنكون جلب ديال المستثمر. بالنسبه للمشروع ديال سيتا بارك اخر دور هنا حضر معنا المسؤول المدير ديال سيتا بارك، ان بالنسبه لسيتا بارك بان بالنسبه ليه المشروع ناجح، ولكن جات مع تداعيات ديال كورونا الاستثمارات كلهم وقفوا، وطمأنا بان في السنوات المقبله ان شاء الله راه غادي يكون ناجح. لان علاش سيتا بارك راه بحالو بحال ديال سيتا ديال الولاد صالح وسميتو بوردو بسكوره، لان كاين سيتا بارك تما خدام مزيان. هنا ستات جات مع الله تبدات في 2015 بعدا باقا ما تحققش الحجم الاستثماريه بهذا سيتا بارك. فعلا خاص المدينه وحده صناعيه عملاقه. اليوني اللي كاين دابا في برشيد اول ما جا كان جا ستات بحال، ولكن ما لقاش الارض ما لقاش عقار، لان خاصها هي واحد 10 قطارات ولا 15 ولا 20، لان اليوني راه تبارك الله كاع المستخدمين والمستخدمات ديال ستات راه كل صباح راه كاين تما، هازين 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 واحد العامله مهمه. هذا هو الدور ديالنا حنا، وهو ان خاصنا نوجدوا ارضيه باش نجيبوا هاد الوحدات الصناعيه اللي عملاقه. والان حنا في درنا النزعه الملكيه ديال المنطقه الصناعيه اللي راها في اللمسات الاخيره ديالها، هذا غادي تكون فرصه باش غادي نجلبوا مستثمرين كبار للمدينه ديال سطات. بالنسبه لهذه القضيه ديال النزعه الملكيه كاين اعتماد مهم ديال وزاره الداخليه 34 مليون ديال الدرهم محطوط، كيبقى لنا غير الاجراءات الاداريه، وهذيك الساعه ملي تخرج الجريده الرسميه هذيك الساعه راه كنديروا الحيازه وغادي نخلصوا، وما عرفتش كنديروا تجزئه ولا شنو كيتسموا ديال هذه الدرجه الرسميه. راه نفس السؤال اللي حطته الاخت صفاء، وهو الوعود ديالنا حنا كمجلس جديد وهي النهوض بالمنطقة الصناعية، لأن حنا اليوم الإشكال اللي عندنا هنايا هو أن الشابات والشبان في المعتبرات كل شيء كيجي هنا باغي يخدم، ولكن ما كاينش منطقة صناعية حيوية اللي غادي تستوعب هذه العملية ما كايناش. فكما قلنا دابا حنا كنشوفوا هاد التهيئة ديال هاد المنطقة الصناعية الشهر الأول والشهر الثاني، كنشوفوا النزعه الملكيه نكملوا ديال هذه المنطقه الصناعيه ديال ديك 40 هكتار اللي فيها الناس في القطارات ديال الجامعه، 12 هكتار ديال الاماكن المخزنيه، و 22 هكتار ديال الخواص، باش ملي غادي تبدا النزعه الملكيه يعني هنا غادي يكون عندنا توسع في الدار. ثم حتى السلطات الاقليميه حتى هي شعرت الدور ديال هذه المنطقه الصناعيه، الان غادي تكون واحد 200 هكتار في الجهه الغربيه حتى لاكازير ديال لي فوس اوكسيليير، تما كاين ارض ديال الطومان
وهذا هو الدور ديالنا دابا لحد الساعه غادي نكون بلون دامناجمون فهاد الشهور اللي كاينه دابا ونحاولوا بلون دامناجمون باش نديروا منطقه صناعيه اخرى تكون عندنا ثلاثه مناطق صناعيه او اربعه يلاه باش التوازن ديال بالنسبة للمستشفى الحسن الثاني احنا كنا واعيين بأن المستشفى والخدمات الصحية بصفة عامة لا ترقى إلى مستوى السكينة وفي المجال السابقة دائما كانت كتكون نقاط في جدول الأعمال وكندير في التشخيص ديال الوضع الصحي وكيكون معنا المندوب ولا المدير ديال المستشفى وكياخذ هذوك التوصيات كاين شي حاجه اللي كتصاوب وكاين شي حاجه اللي ما كتصاوبش حنا في هذه الدوره الاخيره كنا استدعينا المدير الاقليمي للصحه وما جاش وخا جا المدير ديال المستشفى بالنيابه سي الخوضي والطاقم ديالو ولكن السابق على كله بالاجماع رفضوا هذه النقطة باش ما تناقش إلا بالحضور ديال المدير ديال الإقليمي لأن علاش؟ لأن خاصك تعطي سؤال وخاصك يجاوب إجابة أنا غادي مع واحد المستشار هضرنا على الوضع الصحي غير البارح جبد لي واحد الإحصاء اللي هو مخيف جدا عدد الأسرة بالمقارنة مع عدد السكنة يلاه كان اليوم 0.00 يعني الوضع الصحي داخل المدينه ديال الصطاس لا يشرف وكاينه هذه واخا كتعلق بالسياسات العموميه لان هذه المساله ديال وزاره الصحه على المستوى الوطني ولكن حين احنا كمستوى محلي بغينا اصلاح ديال المستشفى بغينا هذوك المواعيد اللي يكونوا في الوقت ديالهم بغينا المعامله تكون مع الساكنه تكون معامله مزيانه ما بغيناش فهم ديال الزاويه والمحسوبيه بغينا اطباء ذوي اختصاص يكونوا في المستشفى ولكن لحد الساعه المستشفى كاين واحد التردي في الخدمات ديالو وحنا مازال هذا الشيء غادي نناقشوا مع المندوب الاقليمي لان اجلنا هذه النقطه ريتما يحضر معنا المندوب الاقليمي والمدير الاقليمي في دوره مقبله ان شاء الله ونبغيك تكون متبع حتى الوقت اللي غادي يكون معنا المندوب باش تحضري وتشوفي حتى السر الاعضاء كيفاش كيهضروا على الساكنه وكيهضروا على شكرا السي العريس هذا في اطار التفاعل مع الاسئله اللي كان قاوا في المباشر من طرف الناس المواطنات والمواطنين اللي كيتبعوا معنا هناك مجموعه ديال الاسئله غنطرحهم كاملين غير كل واحد غادي نطرحهم على حساب المحور اللي هو فيه فاللي كاين دابا عندنا في المحور الاجتماعي كاين سي الرئيس تساؤلات كتخص الاكشاك العشوائيه اللي كاينه في المدينه اللي تطرقتوا لها كذلك في التدخل ديالكم بالنسبه للقاعه المغطاه ملاعب القرب باركينغات مشروع الاناره العموميه المشاكل ديال الاناره العموميه في بعض الاحياء كذلك بالنسبه للسوق الاسبوعي المجازر البلديه السوق الفتح تكلمتوا عليه ومجموعه ديال الاسواق ديال القرب وكذلك محطه ديال القطار التهيئه الخارجيه مسمح مغطى ثلاث مراكز سوسيو رياضيه الى اخره مجموعه ديال البنايات ذات الطابع الاجتماعي هذو هما اللي كاين فيهم التساؤلات كذلك كاين واحد التساؤل السيد الرئيس بالنسبه لقلتو السي الخضري بانه المدينه هي جامعيه اذا واش كيكون شي لقاء واخا ماشي رسمي المهم واخا يكون تواصل ما بين الجماعه بشكل منتظم مع الجامعه لانه كنحسوا بعض المرات بحال الجامعه في جزيره وسط في جزيره واحده يعني واش كيكون شي لقاءات منتظمه معهم ماشي بالضروره تكون رسميه قد تكون غير زيارات عاديه باش يكون من بعد لقاءات كاين تساؤل اخر السيد الرئيس بالنسبه للملف الاجتماعي دائما هناك دور ديال الجهه واش كاين الجهه في سطات واش عندنا الجهه في المدينه ديال سطات لان كنلقاو الجهه في اقليم ولكن في المدينه ما تكاد ولا ترى ما عندها حتى شي مشروع ما كتقولش لينا ما كتساهم في حتى حاجه نفهموا ان المجلس الاقليمي كيشتغل في الاقليم لان اختصاص ديالو هذاك ولكن في المدينه الجهه خصها تكون كاينه واش
يعني واش كما تلقانا خصوصا انكم انتم في الحزب اللي هو نفسه في رئيس ديال الجهه، والحمد لله كاين اغلبيه حكوميه فيها انتم كذلك، نتمنوا ما تكونش عندنا نستغلوا هذه الاغلبيه اللي كاينه اللي انتم فيها الاغلبيه الحكوميه ولا اللي كاينه هنايا في المدينه التحالف ديالكم، يعني واش ممكن يستغل هذا المدينه ديال الصدر؟ حيت دازت عندنا واحد الفرصه ما استغليناش الاغلبيه اللي كانت في المرحله السابقه، ما شفناش الاغلبيه الحكوميه ما بقاتش عندنا في المدينه. واش ممكن عندكم تصور باش تبان لنا ان شاء الله مستقبلا؟ شكرا. شكرا. كاين عندنا تفضل. دابا نعاود. بالنسبه للمحطه الطرقيه، فهي التي تشارك مدينه سطات، محطه طرقيه يعني كارثة بمعنى الكلمة. ثم عندنا محطة القطار، حنا سبقينا قبل أربع سنوات بأن كاين واحد خارج الميزانية ديال محطة القطار وراه على التوب، ولكن ما كاين ما كاين حتى شحال. إذا عندنا محطة الطرقية، عندنا محطة القطار، ثم عندنا السوق الأسبوعي. السوق الأسبوعي يعني لا يشارك المدينة، وكان يعني خصو نقل خارج المدينة، إلى بغينا نشوف خصو يكون خارج المدينة. مثلا كاين المنطقة الغربية، إلا درنا في المنطقة الغربية كاين تما الأرض ديال الدولة، فتما يكون أحسن. علاش؟ لأن مثلا اللي يجي من طريق مراكش تكون واحد الطريق، من طريق مراكش يدوز تما، اللي يجي من طريق دار بينا مثلا يدوز على يعني السوق لا يشرف المدينة. إذا هنا بالنسبة للمحطة الطرقية ديال المسافرين ديال القطار راها يعني كارثة بمعنى الكلمة. ثم كاينة كاين محطات ديال السيارات، ديال سيارة الأجرة، خاصة الصيف الكبير، فيعني راها كارثة كاينة في الصداد، بالنسبة للسيارات الأجرة ديال طريق بن أحمد، وبالنسبة لطريق ديسان، يعني راها كارثة بمعنى الكلمة. إذا هنا كنخدم هاد الأسئلة ديال هاد الإخوان. ثم كاينة بالنسبة للقناطير، القناطير ديال مفتاح الخير. سمعنا بان راه يعني راه المسائل راه كلها غاليه مزيان، وديال البطوار تاع القنطره. اذا هذا باش قناطير ومحطه المسافرين ومحطه القطار، هذوما اربعه محطه طرقيه، محطه القطار و المحطه ديال السيارات الاجره اللي راه واحد الكارثه بالنسبه للمدينه، بالنسبه للسير والجوله في المدينه. واش المحور انا نركز على الحي الصناعي، الحي الصناعي ديال سطات راه نادر انه يبقى حي صناعي بدو في المغرب. علاش؟ اولا جا فوق ربوه ممنوع يدخل للفيضان، مهما وصلوا الفيضان في المدينه ممنوع الحي الصناعي ديال سطات يوصلوا للفيضان. ثانيا جا في محور طرقي ما بين الدار البيضاء ومراكش. ثالثا قريب لوطوبوت، قريب لاكا، قريب لباروبور واحد الساك، الطريق الوطنية والطريق وطريق السيارة. إذا ما يمكنش نلقى شي حي صناعي بحال هذا. حنا في العود فاش غادي نبقاو نقولوا أن غنديروا غنديروا هذا الحي يتعاود يتهيكل كله، لأنه بحال هكا ما يمكنش نجيبوا مستثمرين للسطات بهذه الطرق اللي عندنا الآن. وعلى ذكر الجامعه، انا سنعتبر الان بان المستثمر الوحيد في السطات هو الجامعه، لانه كما قال السيد الرئيس 45000 طالب، وما بين البطور وما بين المدرسين وكل شيء، 45000 طالب راح يسمع على السطات نموذج، ما كانش حيسمع على فهاد الان اصبح حي راقي، حي نموذجي، حي بجميع المواصفات. احنا كنا بالوقت اللي دار الترمينالي، احنا كنا خصنا نهيئ المدينه ان والاطور ديال المدينه يسكنوا في المدينه. علاش؟ وكبار الموظفين يسكنوا في المدينه، ورؤساء المصالح يسكنوا في المدينه. علاش؟ لان باش الامور ديالهم كلها تبقى تروح. كان واحد رئيس الجامعه كلكم تعرفوه انه بان وسكن هنا في سطات، هو رئيس الجامعه سكن سنتين سكن في فرح، وين سكن في فرح، ولكن عاد تحول ثاني للدار. علاش؟ قال لك ما بقيتش في القضيه هذه، مسائل الترفيه، قال لك شفت فيها انه كلنا في صراع، انه كلنا في
اذا حنا خصنا اولا الا بغينا نجبدوا مستثمرين تحيط صناعي نقاوي ونعاودوا نقاوا المدينه من ناحيه المطاعم من ناحيه البنيه التحتيه من البنيه الطرقيه من جميع النواحي للملاعب الرياضيه ملاعب القرب العديد المسائل اللي هي تتخصنا حنا حنا ملي دار الدراري حنا تنقولوا هذا غادي يبداو الشهداء والمصالح والاطباء والدكاتره والاساتذه الجامعيين غادي يسكنوا هذا الشطر وتروح الحركه وكذا وكذا ولكن العكس هو اللي ضرب ان هذا رؤساء المصالح وهاد الدكاتره وهاد الخطور وهاد الاساتذه الجامعيين راه ما ساليش الشطر الاغلبيه توقع تسير فوق 90% ساليين الدار البيضاء وتديروا له هذا النابض اللي درا النابض اللي كنا تنقولوا غادي يعود لنا بالخير راه عكسي العمل ديالو عكسي حنا مشى وكل الشروط مثلا غادي يشري فيلا هنا في الصلاه 150 مليون وغادي يشد المستثمر الدار البيضاء المستثمر السيد الرئيس هنا في الصلاه غادي يلقى الدار غادي يلقى جوج دارات ويبقى ثلاثه والدار اربعه ويبقى خمسه هنا في الصلاه ولكن ما يلقاش نص الدار في الدار البيضاء وغادي يلقى الثمن ديال 15 اقل من الثمن ديال نص الدار لذلك هنا فين خصنا نهضروا ورجع الجامعه ان هاد 45 طالب هي 45 الف طالب راه خدمه مخدمه الطاكسيات مخدمه الكراب مروجه المقاهي المطاعم يعني تخلق واحد الرواج راه الوقت اللي تتسد الجامعه وتتكون العطله الصيفيه تنوليو حنا في الكيس مع الاسف تنوليو حنا بوحدنا تنبقاو شنو بوحدنا تنوليو حتى دابا المدينه راه الاقتصاد ديالها تبنى لواحد الدرجه لان هاد الدكاتره وهاد رؤساء المصالح وهاد الناس اللي تيديروا لنا ديال الدار البيضاء راه تيخصم حتى ليه عندنا تياخذ تيتحسب علينا الراتب ديالو تياخذ بسطات وتيديه للدار البيضاء وتيخصم الدار البيضاء وتيخصم الحقوق الاخرى حنا عندنا ما تتخصم حتى شي حاجه بالعكس انا كاين منهم اللي تيجيو حتى الكاسكرو ديالو يعني حتى ما تيتغداش حتى في السطات اذا هاد واحد الفئه كلها ولو استثمرنا مسكون سطات راه غادي يكون واحد الرواج جاري في اقتصادي في السطات اللي تنتاكد عليه هو انه السيد الرئيس اذا سمحتي انه اعاده تاهيل الحي الصناعي اللي هو جات موقع استراتيجي مهم ما يمكنش الا انه الى خدمناه لانه علاش كان فيه كريستاف كلاس كان الان بقى فيه سيتاديكس و سي داخل الان شبه الان راه باقي شي حركه ولات فيه شي شي واكس وشي حاجه وشي حاجه ما نعرفش ولكن السيد الرئيس ما يمكنش يدخل في الامور هذه وشكرا سيد الرئيس حتى بالنسبه للجامعه السيد الرئيس اي علاقه اي علاقه عفوا تفكرتيني ابدا اي علاقه ما بين المجلس البلدي والجامعه هذا هو السؤال حنا كان في المجالس السابقه انه كانت واحد كانت واحد الاتفاقيه بين الجامعه وبين المجلس البلدي احداث مركز للغات في حتى هذاك المشروع انا كنشوف يمكن الاتفاقيه اللي كانت غادي تكون يمكن نعاودوا نشدوها مع بالنسبه للمركز للغات اذا ممكن اعطيكم باش نحترموا شويه من الوقت نمشيو مباشره للسؤال ما نضيعوش بزاف الوقت لانه غادي دابا دوزنا ساعه وربع تقريبا منذ البدايه وباقي لنا جوج ديال المحاور من المعلوم عند الجميع انه تم اكيد المجمع الصناعي لوجينتيك بالجماعة القروية سيد الأيدي شعار كان تمكين من توفير بين 8000 و 10000 فرصة شغل فضلا عن إنعاش الحركة الاقتصادية لأقرب مدينة ألا وهي السطات فيا ترى أين هذه المناصب؟ هل هي إشعارات إشهارية أم مناصب وهمية؟ ولما المشاريع بتلك المنطقة موقفة؟ مع العلم أن هذا المجمع سيساهم بشكل كبير في تشغيل أبناء السطات والتقليل من نسبة البطالة فماذا قال لوجينتي؟ الجامعة فعلا كاين دابا واحد التواصل بيننا وبين الجامعة آخر اجتماع كنا درناه مع رئيسة الجامعة وتم الاتفاق على واحد الخط واحد القناة ديال التواصل ما بين الجامعة والجامعة فالجامعة تستفيد من الجامعة المسائل اللي قلنا اقتصادية وعلى مواطن الحركة الاقتصادية كذلك نريد أن
هذه الصفات تستفيد من البحوث العلمية ديال الجامعة، وتم الاتفاق على أن شي أربعة ديال الأعضاء ديال المجلس زائد أربعة ديال الدكاترة اللي كاينين تما، وغادي تكون واحد الاجتماعات مستمرة باش يكون كما قلنا قنوات ديال التواصل ما بين الجامعة والجامعة. وآخر الاجتماع المقبل اللي غادي يكون نهار 31 يناير فهاد الشهر 2022، من أجل مناقشة ديال هاد الشيء. بالنسبة للحي الصناعي، حنا كنا الهدف ديالنا وهو النهوض بالمنطقة الصناعية. كما قلتو أستاذ حسن، أن الحي الصناعي جاء في واحد موقع استراتيجي وواحد مكان ملائم. حتى المخطط المبين لتعمير الأسلوب ماشي حط هذاك المنطقة الصناعية غالبا، ولكن حط تما، لأن علاش هادشي ديال الدخان وهادشي ديال سميتو التلوث اللي كيكون خاصو ما يجيش يدخل للمدينة، خاصو يمشي مع الريحة كتمشي تما. هذا هو تحط تما في هذيك والموقع ديال الحي الصناعي كان هو ملائم. حتى في الجهة الغربية غادي تحط حتى ديك الشارج كيبين تما اللي كاين تما، باش يكون داك باش ما كيشكلش واحد التلوث على المدينة. نرجعو بسميتها الأسئلة اللي كانت مطروحة الكشاك العشوائية. أنا بكل صراحة الكشاك أخذ دخل دابا في سعودية، بالنسبة لي بصمة عار على المدينة ديال الإسقاط، أن الأكشاك العشوائية لا اللي كاين في سيدي بوعيد ولا اللي وراء العباد ولا اللي يجي الثانوية العروسية، هادو ردونا إلى السبعينات والستينات. أنا كنت كنائب أولي ووضعت أسئلة كتابية على الرئيس السابق أنه يتحمل المسؤولية في هذا النقاط، أن هذه الأكشاك أتحطوا من أجل التغذية ديال واحد العينة ومن أجل الانتخابات، وبالتالي غادي يبقى واحد الثقل على المدينة ديال صفاص. الجميع يتكلم على كل هذا اللي تما باش سميتو، كاين إشكال كبير ديال سميتو. كنشكر الأخ اللي طرح هذا المشكل ديال الأكشاك العشوائية، بل لينا باش غتحيدهم تما المئات ديال الناس اللي كاينين تما، كيفاش غادي اليوم وعندهم وثائق ديالهم وعندهم كلشي. بالنسبة للسؤال الآخر بتحق ديال لي باركينغ، هاد لي باركينغ حتى هو من بين المسائل اللي تطرق المجلس الجماعي، وكانت وعيا من المجلس الجماعي بهذا المرفق حتى هو توضع في النقطة ضمن جدول الأعمال الدورة العادية ديال فبراير 2022. وناقص جميع السادة الأعضاء أن هذا المرفق ضيع كوك ومداخل مهمة اللي ما كتمشيش ما كتخش الخزينة ديال الجماعة وكيستغلوها الناس لا علاقة لهم بالجماعة. فبالنسبة لهاد المواقف ديال السيارات فهو إشكال سؤال المحطات التاكسية. أنا غادي نرجع للمحطات التاكسية. هاد لي باركينغ كاين إشكال من 2006 إلى يومنا هذا. من 2006 ملي ولا النظام الجديد ديال الصفقات العمومية ولا يصعب على هاد كل الناس اللي كاينين تما اللي عندهم مسائل اجتماعية ولا هادي باش غادي يدخلوا لهاد لي سميتو. جماعة كدير صفقات كطيح صفقة على شي مستثمر كيجي تما كيبيع هاد الأماكن بين عامرين مغاديش يخلوهم اليوم، وقعات عدة مشاكل، وكيجي من الناس اللي حطوا تاكو لي كونسيون ديالهم مشاو لهم إلى يومنا هذا. ف حنا آخر دورة اتفقنا أن سابقنا على دفتر التحملات
باش غادي نلونسيو دابا طلب العروض، ولكن قبل خاصها تصفى هذه المواقف باش ماشي يجي حتى شي حدا اخر حتى هو، وغادي عاوتاني غادي يبقى ثاني هذه المواقف تما عامل، وغادي يضيع حتى هو في السوق، ما غاديش تكون نتيجه. لهذا تم الاتفاق ان المسؤوليه ديال المجلس البلدي، ديال السلطات المحليه، ديال الناس ديال الامن، حتى ديال القضاء غادي يدخل في هذا الشيء باش يتحل المشكل ديال هذا الباركينغ. بالنسبه للاناره، السؤال الاخر اللي كاين اللي كيتعلق بالاناره العموميه، فعلا الاناره العموميه كانت منعدمه ولكن الان تتحسن، وحنا نفس المجموعه اللي عندنا واحد 6 ديال الموظفين هما اللي كيدبروا دابا السياره ديال الاناره العموميه ديال المدينه. العدد راه ناقص، كاين جوج الكاميوات ما كافينش، ولكن الحمد لله دابا الامور راه غادي كتحسن شيئا فشيئا. السوق الاسبوعي تكلمنا عليه، بان السوق الاسبوعي رغم ان عنده مداخل قاره للجماعه، ولكن المكان ديالو اصبح متجاوز. كاين في تصميم التهيئه، كاين في المنطقه الغربيه، ولكن احنا لا في المجالس السابقه دائما كيقول السوق الى حول تي بنادي البلاصه تما، حتى دوك الناس بيعوا في الشبايه ولا شي، كيقول اذا تحول من تما ما غاديش يبقى عاطي. لهذا حنا في انتظار تصميم التهيئه الجديد اللي دابا كيتدرس، خصنا نشوفوا في طريق اللي هو المكان الملائم ديالو، نشوفوا المكان ديالو. ولكن حنا خصنا ليه واحد الدعم دابا اللي غادي يكون اصلاح، لان راه شفتوا ان شاء الله موضوع داك الشيء ما بقاوش في المستوى، غادي نبداو في اقرب وقت ان شاء الله غادي نصححوا اصلاح طفيف ريتما يتم التحويل ديالو. بالنسبه للمجازر البلديه، جات هو بمجموعه الاسئله، هذه المجازر البلديه هذه من اقدم، هذا مرفق مهم ومن اقدم المجازر البلديه في المغرب. كان احدث هذه المجازر في 1975، وعندهم اعتماد وترخيص من الاتحاد الاوروبي في 1986، وكان تصدير ديال الكروم الحمراء كلها كانت تمشي في اوروبا، ولكن الان ان هذاك المرفق تهالك وتهالك داك الشيء اللي كاين فيه تما، خاصو الاصلاحات ديالو. ولكن بالنسبه لنا حنا كانت كما في داخل الاعتمادات المتعلقه بالمنحه الجماعه اللي كانت جات، خصصنا واحد المبلغ ديال واحد 2 مليون ديال الدرهم من اجل اصلاح الاليات ديال المجازر، وكنطلبوا باش حتى في هاد 2 مليون ديال الدرهم ما كافياش. السيد الناس ديال لونسا كيقول بان هاد الشيء راه ولا متجاوز، خاص اما التهيئه ديالها ولا غادي لان مسؤول وطني السلامه الصحيه يؤكد على المجازر خاصها تكون في واحد المستوى، لان كتقدم واحد الخدمه للعموم المستهلك ديال المدينه، خاصها تكون في واحد الخدمه اللي هي جيده. دات واحد الدراسه، هذيك الدراسه الان كتقارب واحد 9 مليون ديال الدرهم، دراسه صيفطها للوزاره الداخليه في الاسبوع اللي داز، وغادي نتبعوها على لدى وزاره الداخليه ووزاره الفلاحه باش هذاك الاعتماد يساعدونا فيه باش يعاوننا فيه، لان الجماعه ما يمكنش ليها باش تكون بهذه الاصلاحات. بالنسبه للقاع المغطاه، نتكلم على القاع المغطاه، هنا القاع المغطاه الوحيده اللي كاينه في الصلاه ولات متجاوزه وفيها كاين ضغط عليها. فالاجتماع الاخير مع المدير الاقليمي للتربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، شفنا كاين واحد البرنامج غادي يكون هنا، جيت تقريبا غادي نشوفو تما فين غادي تكون تما القاعه، ولا غادي تكون جيت مفتاح الخير كاين شي اماكن تما. إذا كانت قادة هي ديك، إلا ما قادتش حتى في قيلز ديك البلاصة اللي تحولو تما، لا في تصميم التهيئة بغينا تما نخليو تما يكونوا ملاعب رياضية، تكون واحد القاعة كبيرة تما تشرف المدينة. بالنسبة للمحطة الطرقية اللي تكلمت عليها، المحطة الطرقية حتى هي داخلة في 22 هكتار ديال المنزل الملكية، وهي في طريق بيسر
ملي كنقولوا غادي نكون نطلع للمنطقه الصناعيه راه كيدخل تما راه باقي الملف ديالها حتى هي في وزاره الداخليه حتى هي واخدينها بعين الاعتبار داخله في الاطار ديال الميزانيه الملكيه. محطه القطار هاد المحطه ديال القطار زائد القناطير، القناطير راه بجوج دافين الدراسه ديالهم باش يعاونونا ناس تما في وزاره الداخليه ولا عند المكتب الوطني للسكه الحديديه ولا ديال التجهيز. كاين عندنا جوج ديال البرلمانيين مشكورين دابا اللي راهم الملف دابا في الدم غادي يعاونونا، كاين السي قاسم المصطفى والسيريات والسيريات اخر الاجتماع ديالو في المجلس في المؤتمر الاقليمي دام حضور كيوعدنا بان راه هاد القناطير اللي متبعهم راهم غادي يكونوا، ونتمناو ان شاء الله باش المستشار البرلماني ديالنا باش هما يدخلوا باش يحلوا لنا المشكل ديال هاد القناطير. المحطة ديال أو تهيئ ديال القطار هذا واحد التسميه مرخص واللي أضغوط ديالو غادي تكون تما واحد الطريق تحميس وغادي تكون واحد المحلات تجارية وغادي يكون واحد السكن ديال الناس ديال الناس ديال شوبينو. هذا واحد التصميم اللي كان مرخص في 2014 دابا ملي بدينا كنهضروا على هذا الشيء وتوضع سؤال شفوي في البرلمان راه جاو الناس وجاو عند الكيشي ليك وطلبوا تصميم وراه ربما غادي يبداو في الديابات ان شاء الله. يعني محطة ديال القطار غتكون في المقر و سميتو هاكو لو بون راه تا هما ان شاء الله غادي يكونوا غادي يخدموا يكونوا في المقر. بالنسبة للمحطة ديال سيارات الأجرة، حنا كنفكروا أن هذه المحطة محطة ديال سيارات الأجرة تكون عندها علاقة مع المحطة الطرقية. الوقت اللي غادي تمشي المحطة الطرقية غادي تمشي بشي تما، ولكن في انتظار كان هما الناس ديال الناس ديال الطاكسيات الأجرة الكبيرة كانوا اختاروا واحد المكان حدا العباد في ديك البلاصة ديال سيتو. وفي المجلس السابق كنا صادقين عليه باش غادي يكون تما، ولكن لقينا الطرف ديال الباشا الروسي حنا ما بقيناش ندوا هذا الاعتداء المادي. دابا شي حاجه ديال الجماعه غادي ندخلوا، شي حاجه من غير تكون ديال الجماعه ما تقدرش دير شي حاجه لان المبالغ اللي كاينه دابا هي تكفينا. بالنسبه للاخت صفاء على واحد السؤال اللي هو مهم هو الجنتيك، حنا كنا هذا هو اللي كان التنفس ديالنا ديال المدينه ديال الصلاه. مع الاسف دابا واحد سبع سنوات هو كان خاصو يخدم وما خدامش. اخيرا تلاقيت انا مع واحد السيد كيعرف هذاك الفلاني قلت له ودي اشنو المشكل علاش باقي واقف؟ قال لك ودي راه كاين غير كل شيء كيهضر على هذا الكريس دابا ديال الجائحه ديال الكورونا وراه الامور كاع الناس المسائل القانونيه وسميتو راه مزيانه وهذا نتمناو وهذا سميتو راه غادي يحل لنا غادي يحل لنا واحد المشكل كبير ديال التشغيل ديال اليد العامله وخصوصا دابا سي زعيم راه هي صغار ما كاينش الا كان شي سؤال اللي ما سميتو واحد المساله اللي باش ما نقولوش هي علاقه ديال الجماعه ديال الصلاه مع الجهه. انا بكل صراحه ان الجهه ديال الدار البيضاء الصلاه في الاعتمادات والبرمجه ديال الصلاه كتستافد منها غير الدار البيضاء وشي حوايج الصلاه ما كتستافد الى شي واحد الوقت حنا درنا خاطرنا وكاين شي ممثلين ديالنا ديال الجهه اللي غيدافعوا علينا. اخر اجتماع كان رئيس الجهه هنا ودار اجتماع مع الرؤساء ووعدنا بان حنا قلنا لي راه حنا فقدنا الثقه في هاد الناس اللي كيدوبوا علينا خاصنا كنت رئيس الجهه ولي قال لك اسيدي انا راني منكم وعليكم غتحسبوا لي الصطات انا باش غادي اي ملف ديالها سميتو شريطتها انكم توجدوا لنا الملفات ديالكم بالدراسه ديالها وجيبوا لنا وحنا موجودين. اذا كتبقى دابا كور عندنا حنا وجدوا ملفات الدراسه ديالهم ملفات بيان فيتلي وغادي نديروا شراكات وندفعوا لهم وغادي ندخل بما يمكن. شكرا سي العريس اذا كان ممكن باش ندوزو لمحور اخر كنبقى دائما واخا بلاد السي حسن كنبقى دائما في تفاعل مع الناس المتتبعين ديال اللقاء ديالنا عبر
على الصفحه ديال الفيسبوك، كاين مجموعه ديال الاسئله دائما في الشق الاجتماعي المستوصف ديال الدارس الخزانه البلديه، كاين الكراء ديال السيد هضرنا عليه، السيد حفار هضرنا عليه، كاين كذلك التدخل ديال السي قاسم، شكرا للحضور ديالو اللي هو اطار مهم في العمل المدني في المغرب، شكرا لكم الحضور ديالكم معنا، ونتمنوا ان الجماعه تستفد منكم ان شاء الله، لانه بغينا الاستفاده ديال الجماعه من مجموعه ديال الحوايج اللي كاينه اللي ممكن انهم يساهموا معنا، والحمد لله ممكن الضيوف ديالنا اللي كاين معنا يساهموا يعاونونا اننا نستفدوا من امور اخرى ومن امكانيات اخرى. اللي كما قال السي قاسم المورد اللامادي، يعني الشق اللامادي ديال الانسان الفني والثقافي، واش كاين حضره عندكم في التصور ديال المقبل يعني في الايجاب؟ هذو هما الاسئله اللي كاينه، كاين النظافه، الاداره، الدواب، وكذلك كما كيقولوا الاخوان انتشار ديال الدواب، ملعب القرب في حي ميمونه الى اخره، وكاين واحد الاتفاقيه ديال 2014 اللي كانت وقعت، شنو هو المصير ديال سؤال على المصير ديال هذيك الاتفاقيه ديال برنامج التأهيل ديال المدينه وتكون ولا ديال الاقليم، تيسولوا على فين هو المآل ديالهم، هما الاسئله اللي كاينه هنا، نتمنى ما نكونش فات شي سؤال، بالنسبه للاسئله الاخرى نطرحهم في المحور ديالهم ان شاء الله. بالنسبه لهذا السؤال داخل في بالنسبه للخزانه البلديه تطرحه الخزانة البلدية، الخزانة البلدية قمت بزيارة للخزانة البلدية حقيقة، حيث يعني في حالة يرثى لها، هذه الخزانة البلدية يعني في حالة يرثى لها من حيث الإصلاح، فهي بحاجة إلى إصلاح، هناك يعني أبواب إلى غير ذلك، ثم بحاجة إلى صباغة مثلا من جديد، كذلك هذه الخزانة محتاجة إلى الإنترنت. كيف يوقع على مكان يعني للثقافة وللفن وما لا يوجد فيه الانترنت، حتى على الانترنت هذا يمكن الجماعة يعني تقدر تاخذه بلاش الانترنت، انها مثلا مع اتصالات المغرب او مع تمسك يمكن دير واحد الشراكة معها وتكون مساهمة ديال الجماعة، وهي مثلا لوحات إشهارية، لوحات إشهارية في الساحة، ويكون يعني هذا الانترنت ماشي غير في الخزانه، يكون خارج، يكون حتى خارج من ديك الساعه، الطلبه كيجوا تما باش الطلبه هما يستافدوا، اذا هذه بالنسبه لهذه الخزانه البلديه هي بحاجه الى اصلاحات كبرى يعني في القريب العاجل بالنسبه للخزانه البلديه. نحاول نكونوا مختصرين. كاين واحد الكويس لابد من الوقوف عليهم، كاين شغل شاغل ديال الساكنه والسيد الرئيس غادي يدخل لينا، فبالنسبه للباركينغ ديال الساكنه، لي باركينغ هذه راه واحده الى في السقاس، انك مثلا تمشي لبريكا بالدرهم تتخلص 40 ريال، ولا ما بغيتيش تعطيه راكم كلكم عارفين القاموس، ملي تنتكلموا انا فهمت لي انني استجرت السيد الرئيس الصادق وقال لكم بان الامور راه خاص تدخل فيها كما قال السيد واش قادرين نحاربوا هذاك اللوبي ولا ما قادرينش نحاربوا هذاك اللوبي اللي حاط هذوك الناس؟ اما هي من 2006 حتى 2022 ما قادرينش نطلبوا هذا الباركينغ، صعيبه شويه، فين الهيبه ديالنا؟ ديال المخزن والهيبه ديال المجلس والهيبه ديال القضاء؟ هنا كاين اسم تجبد، كاين الا قاموس ديال الشت مقدر، لان الا كنتي مع ولادك تجبد داك الشيء اللي عطاك وتعطيه ليه، مازال كنتي بوحدك تحاول تدافع على نفسك، وما كنتي مع وليدك تقول ليه جاب بلاصه تعطي ليه. هادشي ديال الباركينغ خاصو يتحل، انت تجي تكتب لي لافته تقول هذا لي باركينغ راه فابور، ولكن راه من يوقف عليا انت باش حميتيني تقول لي فابور، انا راه ما قادرش ندافع على نفسي مع هذاك السيد، خاص هادشي خاصو يتقن، وواحد المداخيل كثير، انا خذوا هذا الباركينغ هذا اللي هنا قدام القصه اللي هو هذا شحال هذا باب وحده في البلاد، عاد باش كلشي تصدر كيما تجي تقدام، واحد الدار بواحد نفس الشيء اللي صفر تيقول لك عطيني انت تقدام.
تاتي بعد فتره التقاعد. الوزاره السيد الرئيس تعرف تضمن اي واحد بان الوزاره كانوا جوج في المجازر او ثلاثه بيروت في المغرب وكانوا بتمويل من الاتحاد الاوروبي. الوزاره ديال صدات الوزاره ديال الناس وما عرفتش شنو الوزاره كانت. نعم صدات ديك خرجة مع الروس والتصلاح وكذا بطريقة أوروبية عادية نلقاو داكشي بزاف، ولكن ولات واحد الحالة الآن خدامين بالمينيموم بوسيبل. الآن تنقول فرنسا خاصها تعاود تأهل الآن جبت منهم مكافياش، مكافياش بتاتا، وإلا مشات ما تأهلتش راه غادي يمدوهم بالحروف كيسر. وإلا تخيل ستات غتولي تذبح بها كيسر، بزاف غادي يمشي كيسر وغادي باه ما نقولوش حنا غادي تزاد علينا جوج كرام في كيلو ولا ثلاثة كيلو ديال الديطاس، ولكن عيب أن صدات تمشي تذبح في كيسان. فالمرحوم السياسي الله يرحمه كان بواحد المجهول أهل حتى هو هذيك المنطقة وكذا وكذا، ولكن أنا ما نقدرش أنا نأهلو. لا نديرو شي علاش أنت أمام الأمور السيد الرئيس باش هاد المزارات اللي بغا يقول ثاني ديك القضية ديال حيط هاد وسط نموذجية ديال حيط هاد في الصابون راه بكري وحسن عقلو. لعبنا في الصغار ما عرفناش شكون هاد هابو. ولكن الان واش عاد ترجعوا ثاني سميت البلديه عاد تراجعوا في عند الحديقه ثاني ونقولوا في حكم وكذا الحكم راه باقي الان ما فهمتوش السيد الرئيس هذا ممكن الناس يدخلوا لنا في هذا القيمة كيفاش يتنازلوا حكم نهائي ما فهمت باقي ما فهمتش هذه القضيه. وتما ساكنة ديال المجلس العقلي ساكنة ديال كتابة سوالية تما خاصة أكثر من مستوصف لأن الخدمات اللي كاينين في المستشفى الحسن الثاني ماشي في المستوى ديال خاص يكون واحد المستوصف اللي هو قريب ليهم اللي خاصو يكونوا جوج باش يلبيو طلبات ديال واحد السؤال بالنسبة للسيد الرئيس بالنسبة لهذ القضية كاين واحد الأرض حدا هذاك الملعب السوسيورية ديال كيف ما كاين واحد الارض ما جاش يعني تم اقتراح هذه الارض ولكن هذيك الارض ماشي ديال هذه الجماعه هذه باقه داخله في التيتات ديال سميتو ديال الخير. بالنسبه للخزانه البلديه من يوم الى يوم ها سميتو احنا في حتى في البرمجه
اللي درناها في هذه الدوره خصصنا واحد الاهتمام باش غادي تصلح حتى ذاك المعهد الموسيقي اللي هبطوا ليه شتي حياتها حتى هو غادي يكون الاصلاح ديالو. الانترنت ظهر ليا ماشي اشكال خاصو يكون ولا ربما راه كاين بالنسبه للبرنامج ديال تاهيل المدينه فهذا البرنامج كاين شي مشاريع اللي انجزت وكاين شي مشاريع اللي مازال كاين هذا البرنامج كاين من 2016 ديال الانجاز من 2016 حتى 2020 حنا دابا في 2022 ولات مجالس جدة لا جمعية ولا إقليمية ولا أجيرية إحنا بصدد باش نديرو تحيين ديال هاد الشراكات والاتفاقيات وغادي نشوفو مع حتى بالنسبة للجهات إلا كانوا خصهم يزيدو مع الاعتمادات بحال مثلا كان شي مبالغ اللي هي لا ترقى إلى إحنا زرنا وزارة السكنة والسياسة في المدينة كانت المبالغ ديالها إصلاح وتهيئة ممرات الرجلين لتبنية أحياء المدينة اللي كان في المسجد العقلي في 2016 10 مليون درهم 2017 10 مليون درهم المجلس الإقليمي كان عاطي واحد المبلغ ديال 3 مليون درهم. إذا هادو مبالغ اللي هي لا دخل التحيين ديالها وإعادة النظر ديالها بالنسبة لهاد المشاريع اللي هي اللي انجزت مع الاتفاقيه القديمه راه انجزت اللي كانت مازال خاصها دار شي اتفاقيه جديده. اذا بالنسبه للمعهد الموسيقي بالنسبه للاخت صبا التنقل ديال الجامعه كاين واحد اسطول ديال الحافلات ديال النقل الحضري اللي راه كاين دابا 16 حافله لان سولنا السيد المشرف على الشركة كاين 16 حافلة اللي خاصة بالحي الجامعي الحرم الجامعي ووسط المدينة وبالنسبة اللي هما الكافين اللي قلنا نفسيا بالنسبة للطاكسي 10 درهم هما بالنسبة للطاكسي التعريفة اللي كاينة راهي 8 درهم ولكن كاين بعض بعد سميتو الباسيات اللي راهم كيزيدو هادشي غادي نشوفو الجهات المختصة باش اللي كتراقب هادشي باش غادي تشوف اعادة النظر في هادشي. بالنسبة للتوظيف ديال التوظيف في الجماعات الجماعات مكتوظفش دابا التوظيف كتكون وزارة الداخلية هي اللي كتدير الامتحانات وكتشوف على حساب الطلبات ديال الجماعة كتعطيهم المناصب اللي هي شاغرة. مثلا اخيرا جدنا مناسبه من وزاره الداخليه كيقول لك شحال خاصكم في التقنيين ديال المعدات شحال خاصكم في التقنيين ديال التعمير وحنا كنكتبوا لهم هما اللي كينظموا هذا الشيء وكيصيفطوا لنا بالنسبه للسي حسن الحكم النهائي نقولوا ونعاودوا بان نبسطوا الامور حنا غير طلعنا في هذا المجلس لقينا حكم نهائي بالتنفيذ خصنا نخلصوا 11 مليون ديال الدرهم مليار و100 هذا المليار و100 قسمها الرئيس السابق على 4 اشهر غادي نبداو نخلصوا من 2022 281 مليون ديال السنتيم 23 هكاك 24 25 ولكن حنا ملي بدينا كنحتو لقينا رغم ان كاين حكم نهائي وكاين تنفيذ وخاصنا حنا مضطرين باش نخلصو بدينا كنقلبو على بعض الوثائق لقينا شي وثائق مخالفه باش تقامت الدعوه على الجماعه فربما السيد وصلات وهادشي اللي لقينا حنا هادشي فقدم لينا تنازل 12/2021 ومن هذا المنبر كنشكرو هذا تنازل الدعوة وكل شيء مصاريف وحنا بالنسبة لنا كما كنقولها وكان على إنجاز أن الحكم اللي خاصنا هذه الساعة نخلصو احنا بقينا كنقلبو حتى حبسنا هذاك الشيء والسيد هو راه تفهم الأمر وراه نازل لينا وحنا غادي دابا في سنة ولا سنة.
قرينا الاخ ديالو حتى هو معاه هما بجوج على الشياع الاخ ديالو عدوا واحد اتفاق ديال التراضي هو معايا هنايا غالبا اللي غادي يجي ولا شي حاجه غادي نشوفوا معاه حتى هو لان السبب ديال الدعوه اللي قام بها هو اعتداء مادي هذا غير حاصل ان ما اتفقناش مع الثمن انك انت الجماعه كتقول لي 150 درهم ولا متر كاري هو ما قبلش هذه 150 درهم وكانت عنده باش ياخذ الحصه ديالو هو 40 مليون والحصه ديال الاخر 40 مليون هادشي راه في 83 الان دابا ملي بان واحد اخر السيد الله يجازيه بخير دابا راه دار لي تنازل على الدعوه وصافي شكرا لكم سي الرئيس هذا غادي ندوزو للمحور الثاني نجمعو فيه نجمعو كلشي اللي نجمعو بدانا شوط الوقت السي حسن العصير الله يرحمه اذا كان ممكن الاسئله تكون نقطه دابا الله يخليكم مباشره ما نديروش مداخلات نحاول يكون داكشي مباشر سؤال مباشر باش ما ناخذوش بزاف ديال الوقت السي الرئيس والمشاهدين والضيوف كذلك شكرا على الجانب الرياضي عبر المناسبات وانها تشكو من نقص مهول في ملاعب القرى كما كان مبرمج ان كان جوج ملاعب ديال القرى في قطع الشيخ في المساحة الموجودة بين حي كمال وحي قطر الجنيه كانت مبرمجة حسب رخصة الاستبناء اللي أنتم على علم ودراية بهذه المسألة ديال هذه المعاقبة كنا حاضرين معنا فيها إذا جوج ملاعب ديال القرى كانوا تما مبرمجين تصميم تيح أو منتحجة من دار تما هذيك المنطقة محتاجة إلى دار الشباب دار الشباب ما كايناش تما كاين هذيك المنطقة الرمية ثم عندنا المشكل ديال الملعب القرب ديال حي الفرح هذا الملعب القرب ديال حي الفرح أنشئ من أجل أبناء حي ميمونة الذي يشكون الهشاشة وفقر إلى غير ذلك هذا الملعب يعني الناس ديال ميمونة محرومين منه هذا الملعب محرومين منه إلا بغاو الأطفال إلى تما خصهم يأدي واحد الواجب ديال 100 درهم كاينة جمعية تما واش هي قانونية أو غير قانونية الله أعلم ثم أن هناك جمعية أخرى ديال من حي ميمونة يعني عن جمعية قانونية وكاين مؤطرين اللي بمستوى تما وهذوك الجمعيات محرومين من هذاك الملعب الا بغاو يلعبوا خصهم يأدوا واحد الواجب ديال 100 درهم وهذه المساله غير قانونيه وغير معقوله لان هذا الملعب ديال حي ميمونه هنا كنوجه نداء السيد رئيس المجلس البلدي باش يدير شراكه مع هذه الجمعيات الرياضيه ديال حي ميمونه اللي عندها للاسف ميمونه ويمكن تكون ديال ميمونه باش تخدم بهذا الملعب او مثلا هذه الجمعيه اللي فينا دابا الا كانت قانونيه تخصص واحد الوقت لولاد ميمونه تخصص لهم واحد التوقيت يكون يعني خاص لهذوك الوليدات ما يمكنش واحد الدراري يتيم مثلا والمدراء ما عندوش كيجي كيقول لهم تخلصوا ديال هذه المساله غير معقوله وغير قانونيه وهذا جاء في مذكره ديال وزير الشبيبه والرياضه السابق طابي العالمي اللي قال بان جميع ملاعب القرب بالمجان هنا كنشوفوا دابا الاداء ديال هذا هنا اذا هنا عندنا قطع الشيخ في الملاعب كاينينش هما محلين وملعب ديال حي الفرح سيد الرئيس كيف الدوره على خمسه سوايع هنا كاين مشكل ما فيش الدوره داكشي شويه قصير ولكن ما كاين بس سيد الرئيس بغيت نقطع تصميم التهيئه كانت واحد تصميم حضاري ديال البي سي يو اذا تذكرتيه اللي كان في جاف عهد ديال سي حسن المسير كنت فيه نائب رئيس طول ياك وهذا كانت خدو فيه الوزاره الداخليه خدت فيه على الصعيد الوطني جوج المدن رائده دو في بيلوت خدت فيه جديده كمدينه ساحليه وديك الساعه كانوا بغاو يحاولوا شي حاجه من البورت ديال كازابلانكا يحاولوا يرجعوا في الاصفار وخدوا سطات كمدينه فلاحيه وهنا في السطات كانت ساهمت خمسة وزارات
باش يدير شي مشاريع بملايير ديال الدراهم. هذاك المشروع ما كاينه فهمنا فيه والو، ما كاين عرفنا عليه والو، واش توقف، واش مشى فيه شي حاجه، واش كذا الى اخره. سي درايس، باش نقول هذا هو تدخلي الاخير، هذا ديال البي سي عقلتي اللي فيه دوك اللي بالنسبه للطرقات. سي درايس، الطرقات باش يكون هذا تدخلي الاخير. الطرقات كيفنا راه حاله كما جاء التدخل ديالكم انها حاله يخجل ان الانسان يجي عنده شي حد وتم غادي يسيب الظروف المديره في السياره ديالو، لانه تيلا عقلتي راه من العهد ديال اللي كان فيه ما عرفتش شنو المجلس اللي كان فيه الحضره اللي كان عندي في 16، فنتمنى انك تسقط اعاده ديال تصفيه الطرق ديالها. المساحه بالهضره ما غندوش فيها، النظافه فيها نظافه خاصه في الازقه. النظافه الان ولات تعتمد على الشوارع وحتى الحاويات غير كافيه، حنا تاعنا خصنا واحد الثقافة لأنه الناس تستعمر هذيك الحاوية لأنها صغيرة ولكن هذيك تنكبو تحت، وبلا أزقة الفرعية اللي كانت توصلها الكاميو ديال البلدية قبل الشركة الآن ولات إما تعتمدوا على الأصول، وإما الآن راه بلاو بعض الأفارقة ديال جنوب الصحراء أنهم تيكونوا بلاد مهمة، وإذا خاص هذيك الأزقة هي توصلها النظافة. الأساسي سيد الرئيس هو الانفتاح للجامعات المحلية والقروية القرية. مثلا على المزرزة الجنوبية في إطار هذا المشروع، مثلا حنا المزرزة الجنوبية راه مازال غادي يدخل لنا شي حد البيراميد ديال البان ديال سطاس، فيوصلهم نقل حضاري، لأنه غتقول لي أنه كاين واحد البارتيات غادي يديروا واحد اللوبي وكذا وكذا، أنا خاص تدخل عاملي، سي العامل راه أنا اللي عاطيك الدريم أسيدي. انا لا ادري ولا يمكن حيدها، راه برشيد دايره بانه الطوبيس تيوصل للدار، تيوصل للدروار، تيوصل حنا خاصنا باش نسهلوا على الناس. هذاك المشروع تندروس حتى هو حتى في الاطار ديال ما تعرف واش باقي ولا ما بقاش. هذاك المشروع ديال تندروس اللي عقلت عليه اللي كانوا في اسبانيو فاش كانوا زوار وزير الصناعه زعما حتى هو ما عرفتوش فين وصل. هذا باش يكون هذا الانفتاح على هذا الاساس اننا نخدموا، لان حتى كما قالت الاخت قبيله حنا في السطات وكل شيء راه عارف القضيه، راه نادرا ما تيخدموا هذا السطات في هذا راه حتى الحيز الصناعي اللي كان راه ما كانش تخدم فيه هذا السطات بواحد النسبه، ولكن حتى هذاك اللي غادي يجي من مدينه اخرى راه حتى هو مغربي وحتى هو كذا وغادي يخش المدينه، راه غادي يسكن وغادي يولد بلاد هنا وغادي يولي ولد هنا. اذا المهم اللي عندنا هنا هو تاهيل المدينه. وشكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، ما الإجراءات التي ترى إلزامية اتخاذها بخصوص تدبير الشأن الفلاحي نظرا لما يعرفه هذا المجال من ضرر وغلاء الأعلاف وثمن هذه المواشي، أو ما مقترحكم لتدبير الشأن الفلاحي المتضرر؟ السؤال الثاني، صحيح أنه لا وجود لتنمية محلية في غياب دور فعال للمجتمع المدني، فهل هناك خراب فعلي بجمعيات المجتمع المدني في تحسين ورقي الجماعة المحلية؟ صحيح أن السؤال سابق لأوان وأنه من الصعب الحكم على تسيير جماعي في مدة 100 يوم، ولكن لا بد من طرح هذا السؤال من خلال رئاستك لجماعة سطات خلال هذه المدة. ما الإكراهات التي تواجه جماعة سطات في تفعيل سياساتها التنموية؟ وهل يا ترى إكراهات متعلقة بجانب الموارد أم أن هناك أسباب أخرى؟ عندي واحد التدخل وهو أنا كنستغرب بعض العقول المسيرة ماشي على ممكن على الصعيد يعني الإقليمي، فكيفاش داروا هذيك المنطقة هذيك المساحة اللي حدا مستشفى حسن الثاني أنهم غيديروها حلبة لرخص السياحة؟ غنشوف هذا العقل اللي يعني اللي خاد هذه المساحة وغيديرها تما، كاين المرضى تما، تما يعني خاص تكون منطقة خضراء. أو بالأحرى أنا كنتمنى من السيد الرئيس أن هذا راه ملف وملف كبير
كنتمناكم انتم والسيد عامر يقضي في السطات التدخل في هذيك المساحه باش ما تكونش خاصه بالمساله، وكنتمنى باش تكون واحد الملف خاص ببناء مستعجلات، لان يعني المستعجلات راه هي مرآه اي مستشفى كما كان في المغرب، وهذه المساحه كامله خاص تكون عباره عن مستعجلات خارج يعني المستشفى، يعني باش تحيد دوك الزوار كاو دخلوا هذا تكون تما بلاصه يعني ديال مستشفى. ثم التدخل الاخير وهي ان مدينه سطات، اقول هو اتحمل المسؤوليه ان مدينه سطات تعرضت المعالم المدينه تعرضت الى الاتلاف، واخص بالذكر شارع محمد الخامس. هذا الشارع هذا اللي هو معلمة تاريخية واللي كتحمل اسم ديال واحد الشخص يعني اللي بدل جهد كبير استقلال المغرب، كنجيو هنا كنقطعو، فهنا هذه راها جريمة، أنا أعتبرها جريمة بحق مدينة سطات، وحق سطات هي اللي كيعرفو مدينة سطات، ما يعرفوش سطات، هنا هذه راها كارثة كما كنقولو، وهنا كنقول جميع داعيكم والمجلس الموقر المحترم باش. وكذلك السيد عامر بن سطات، انا كنقول عامر بن سطات بصفته النائب الاول بعد الله، النائب الثاني بعد الله وبعد ملكنا نصره الله، يدخل وتدخلوا انتم معاه باش تفكوا العزله على هذاك الشارع. انتم شفتوا دابا الحركه ديال السير كيفاش عادت، كان الشارع غادي كبير غادي مزيان اللي جاي من مراكش من الدار البيضاء، دابا كيجي كيدوز على البلديه كيكون في الاضواء تما كيعاود يجي الاضواء هنا، كاين واحد الحركه ديال السير اللي دار. إذا هذا النداء كنوجهو لكم، يعني هذا النداء كنوجهو لكم أنتم والسيد عامل خليل السطات، إذا عامل خليل السطات هو كيخصو يدخل هذه المسألة، لأن إلا فكر العزلة على هذا الشارع وخلاها كيما كان، راه يعني واحد حسنة كبيرة لأن في مدينة السطات كيبقاو الناس يترحموا عليه، وأنا شخصيا نترحم عليه، على السيد عامل وعلى السيد رئيس مجلس البلد، إذا هذه المسألة الله يعلم ولدي، راه يعني راه ماشي الدماغ ما وصلتش الفكرة، وصلت للعامل وصلت لسيدنا الله ينصرو. إذا هنا كيجب الكفاءة يجمعوا، كنعمل واحد الإطار ديال العمل يجمعوا، إذا أنتم هي المسألة هي في عناقكم وفي عناق سيدنا عامل، وكنتمنوا والله باش يحل لنا المشكل. وشكرا للسيد الرئيس، شكرا للسيد الرئيس لهذه الملفات الضخمة اللي عندك، المشاريع اللي ذكرت في البداية راه مشاريع ضخمة ومشاريع اللي تحققت راه تحققت الستات، ولكن كيخص التراب عليها. حنا في البرلمان كيجي ياخذوا اصوات من السطات وكيمشيو، كياخذوا مناصب من السطات وكيمشيو بحياتهم، اشنو الدور ديالهم؟ الدور ديال البرلماني ديال السطات الدائره، ما كنقولش انا السي بلال ولا السي بلال، كنقول البرلمانيين ديال اقليم السطات كيخصهم توجد لهم الملفات وترافعوا عليها في مجلس الجهه، يعني عندنا حنا في السطات غير الاسم فقط. وشكرا، راه مازال ما يتقال ولكن الله يجعل بركه. شكرا. اذا قبل ما نعطي الكلمه للسيد الرئيس باش يجمع مختصر، لكن قلنا الهدف من اللقاء هو التواصل وارساء الاسس ديال الحوار مع المنتخب، فكاين بعض الاسئله عاوتاني كاينين ديال الاخوات والاخوان، كاين الكلاب الضاله حتى هي، كاين هذا فوق بينا تكلمنا عليها، وحاجه اخرى السيد الرئيس هاد 100 يوم في الفترة هادي، واش هناك يعني السرعة باش نتوما غاديين أو باش مفروض أنكم تمشيو، واش كتواكبوا هذه الإدارة الترابية؟ أو واش كاين شي تأخير؟ يعني خلال نلقاو بعض الجماعات كتمشي 90 في الساعة، والإدارة الترابية كتمشي 30 ولا 90، كيوصلها ملف كيبقى يتسنى واحد الشهر ولا شهرين، غادي يتأشر عليه غادي يرجع، وحنا كنهضروا على رقمنا وزارة الداخلية كتقول لنا رقمانة، فالمفروض فيها رقم العليا راسها هي الأولى، غتنزل رقمانة الجامعة، وشكرا لكم. شكرا السي طريق، إذا غادي نبداو حيث انتهى السي عبد العزيز بيدن، أن شارع محمد الخامس هذا مطلب ديال الساكنة، مطلب ديالنا جميعا. وهذا خصو شارع محمد الخامس يرجع كما كان، لان هذا التاريخ ديال المدينه ما خصناش نحيلوه بحال تحيلو شي حوايج اخرين، باقي كما
نتاسفوا دابا على المارشي المونسيبال ونزيدوا دابا شارع محمد الخامس. حنا بالنسبه لشارع محمد الخامس اللي طلعنا حنا كنهضروا عليه، توصلنا واحد المجموعه ديال العرائب ديال الناس لا اللي كاينين تما ولا الخارجيين تما اللي عندهم غيره بحالكم دابا على شارع محمد الخامس خصو يرجع تما. اخر اجتماع مع مكتب الدراسات ديال المخرج قدم لنا مخطط تنقلات حضريه بلون دو ديبلاسمون اوروبان. من بين التوجيهات والتوصيات اللي عطيناه وهو ان خصو ياخذ شارع محمد الخامس بعين الاعتبار، وبهذاك حتى هو غادي يحل لنا مشكل ديال السير والجوهر الاول. يعني الناس دينا هو تما احنا خلقنا ودينا قبل من هذه المساله ديال التاريخ ديال هذا الشارع، فاحنا متبعينو الى درجه ان السيد في البلون داميناجمون اللي خاصو يبدا تما، لان اللي هذاك راه في البلون داميناجمون راه كاين دابا تما، راه غير هما اللي حط حبسوه من ذاك المشروع ديال المجلس الاقليمي دار هذاك التهيئة اللي كاين تما وسد تما، لانه هو راه كاين في البلون داميناجمون. اذا هذا شارع محمد الخامس هذا غادي يكونوا هاني ان شاء الله غادي يخرج. اذا غادي ندوزو الملاعب القرب، هما ملاعب القرب بصفة عامة المدينة في الصطاد تفتقر إلى ملاعب أخرى. كان واحد الروبوتاج في التلفزيون العيون 94 ملعب ديال القرب 94 صحيح، في حين أننا حنا عندنا هذاك الملعب الملحق دابا كيتضاربوا عليه عشرات ديال الجمعيات. دابا اللي كاين دابا شي بان كنعرفو كنعطيو شي ترخيص ديال شي جمعيه في هذاك الملعب ديال الملحق، كتقدر تخرج يمشي لسيد عبد الكريم ولا يمشي لديار الزهراء. في حين ان الفتيات تا هما عطيناهم فروق ديال الفتيات تا هما عطيناهم تما، ولكن حنا تما طاح تما راه ماشي بالوصف. اذا ملاعب القرب راه منعدمة في مدينة ديال الصلاط، ومن بين كما قلت الهاجس ديالنا حنا كمجلس وهو زائد منطقة صناعية خاص بنية تحتية ريادية تكون في المستوى. وخلينا تفض برمجة ما نسيناش ملاعب القرب، خلينا واحد المبلغ واخا قليل ولكن خلينا إلا صوبينا غير ملعب واحد ولا جوج، لا من ديك المعايير ديال الشباب وديال شي حاجه وقاد باش تزيدو الدائره كيتسمى ملعب القرب اللي هي. اذا هاد الملاعب ديال القرب خصنا نبدا، لان الملاعب كتفوقنا بزاف الحوايج. الشاب ولا الشابه اللي كيمشي يطير ولا شي حاجه راه غادي يعفينا غادي يمشي للمخدرات ولا يمشي لشي بلاصه اخرى من الملاعب. واحد جوج ديال الملاعب اللي تكلمتو عليهم ديال الحي ديال بين حي كمال وقطع الشيخ، هادو كانوا مبرمجين هادو جوج الاحياء، ولكن تم تغيير ديال واحد مشى للعلوان حدا المقبره الاسرائيليه والمسيحيه، وواحد راه ما بداش بدليعه ان الارض راه باقا ديال الطفل هذاك كلشي. حنا بالنسبه لفهاد البلان داميناجمون غادي نخليو هذاك الفضاء ما بين كمال وقطع الشيخ كله غادي يكون ملاعب ريادية، هذا بلون داميناجمون ان شاء الله غادي يكون في انتظار تحل المشكل تاع هي ديال الميدانية وتبدا تا هي خدام، لان هي كاين من بعد هذيك الرخصة ديال الاستثناء خصنا حنا نسلموهم، ولكن كانت قراءة أخرى أن حتى يدير كونسيبسيون بروفيزوار ولا ديفينيتيف على باش يمكن يدوز الجماعة. بالنسبة لدار الشباب في الجهة الغربية خاص يكونوا دور شباب ماشي على دار شباب وحدة، وحدة على سيدي عبد الكريم راه هي ما كافياش، لا بدا خاص الشباب فين يلقى فين يخرج الطاقة في الدورة ديال المجلس تكلمنا على الشقة الريادي، اتفقنا باش في هذا البلان داميناجمون ولا
للتجزئات اللي غيتم الترخيص ليها لابد في الضوليهم باش يكون ملاعب وتكون دور شباب تما، لان هاد المجزئين ما يبقاوش غير المبني يستافدوا ويخليو مرافق عموميه للساكنه. بالنسبه للملعب ديال القرب ديال الحي الفرعي السيد الرئيس، دور الشباب دابا ما بقاش تابع شي دور. نعم، دوله الثاني المديريه الاقليميه للتربيه الوطنيه والتعليم العالي والرياضه دابا كاين انتقال دابا من شباب والرياضه ولات شباب والرياضه وزاره الشباب والثقافه والتواصل. بالنسبه للملعب القرب ديال حي الفرحي، هذا كان في الفتره ديالي انا السابقه 2009 2015، كنا بدنا هذاك الملعب ديال الفرح في اطار مواطن محلي للتنميه البشريه. ملي طلع المجلس اللي جا من بعد مني ان تم تغيير هنا في مقال المشكل، تحويل ديال الملعب اللي كان خاصو يكون حدا البلوك ديال المخازنيه مشى للفرح. دابا ملي مشى للفرح تكونت واحد الجمعيه هي اللي كتسير، اللي راه باقا الى يومي هذا، وراه جا حتى المجلس الجهوي للحسابات كان مشى عندهم وباقي ما خديناش التقرير النهائي اللي جا اللي داروا المجلس الجهوي للحسابات. هي قانونيه الان وامن؟ لا، هي كجمعيه دارت قانونيه ودار واحد اتفاقيه جديده، ان هذه الاتفاقيه جديده اللي صادق عليها ملحق اللي صادق على المجلس السابق ان بحال اللي الغات الاتفاقيه الاولى، ولكن رجعوا للمساله خاص في اطار تنسقوا مع البلدات تما وما نلقوش ديك المبالغ اللي كانت ونعطيوهم واحد، حيت هذاك الملعب كان خاص بهم. كما درنا جوج ديال المركبات سوسيو كتيرال، واحد في الجهه واحد في الجهه، ملاعب كنا درنا هذاك اللي تما جيت الفرح جيت البلوك الخزنيه، والاخر كنا درنا في السيكا هذاك الحمل اللي كاين تما. على اي الملاعب كما كان بصفه عامه ماشي غير هذاك، خاص حتى ملاعب اخرى خاص تزاد، وملعب اخر ديال الفرح حتى هو اللي كان خاصو يتبنى. الان كاين شي مشكل مع المقاول، راه حتى هو واقف وكاين واصل حتى هو تبع القضاء على قبل هذاك الملعب، لان جا واحد البلاصه تما وهو في الارض وما كانش مع ما كانش لهم شيء ديال واحد التدخل مع الجمعيه ديال الميمونه. بالنسبه للحلبه لرخص السياقه، هذا كانت احدى مستشفى الحسن الثاني، هذا كانت واحد اتفاقيه شراكه ما بين الاشغال العموميه وما بين الجامعه، ولكن تبين بان هذه الارض راها حتى هي اللي مولها وجاء عندهم سميتو الان هما احتباس هذاك المشروع، ويكون مطمئن بان راه ما غاديش يكون تما، ولكن هما الان كيبحثوا على مكان اخر اللي غيتهودوا فيه، وكانوا جاو عندنا اقتراحوا واش خاصو يكون التلافو ديال الشارع فين تما، راه حنا كندرسوا في هذه المساله. نرجعوا للسي حسن الخضري بالنسبه للاسوي. بالنسبه هي كان واحد الاتفاقيات تقدموا اهل ديال السطات والاجتماع، كانوا واحد جوج اتفاقيات تنميه حضاريه، برنامج تنميه حضاريه، كانوا واحد جوج ديال البرامج بيلوت في المغرب، وتخلات جديد السطات والاجتماع وتوقعوا قدام صاحب الجلاله. تماما. اذا هذاك الاستراتيجيه التنميه الحضاريه كاين شي مشاريع اللي تنجزات وكاين شي مشاريع اللي ما تنجزات. علاش؟ لان ما نخرطوش مع القطاعات المزاريه في هذوك المشاريع. جا المجلس اللي جا من بعد السي حسن المسير قسمنا هذه الاتفاقيات، ان القطاع المزاري اللي مستعد في هذاك البرنامج نعاونو نوقعو معاه، اللي ما كاينش يتاجل. اذا راه كاين واحد النسبه كبيره اللي دات في هذاك التصميم البرنامج تاعي الحضريه، وكاين شي وحدين اللي باقيين عالقين منهم اشنا هو هذا البرنامج التنميه الحضريه. راه كان خاصو يكون واحد المحطه ديال القطاع حدا الكليه باش الطلبه ونسبيتو يجيو غير تما ويخرجو تما تما. كان فيه تما مستشفى جامعي، وكانت تما خاصها تكون
سميتو الطب كلية الطب. احنا في كلية الطب كنا مشينا انا وسيبابي واتصلنا بشي كانت الوزيرة بدو ياسمينة كانت كبدية انتوما نحكم تحلموا هذاك المخطط اللي درتو راه حلم ولكن احنا في الخريطة ديالنا راه ما غاديش تكون تما سميتو كلية ديال الصيدلة وكلية ديال الطب لأن دار البناء راه هي اللي خاصها يكون كما قال سي أحمد خاصها تكون في الجهة ومع ذلك راه باقي هذاك المشروع في هذا البرنامج تهيئة حضرية وأخيرا كنا في واحد الاجتماع في الجهة المخطط الجهوي ديال الجهة في أفق 2030 وخديت انا كلمه وهضرت على قضيه ديال كليه الطب وهضرت على هذا المستشفى الجامعي وخذوا بعين الاعتبار لان علاش دابا تبدلات الوضع ان الدار البيضاء ولا عليها ضغط بزاف بالنسبه لدابا الطلبه اللي مشاو لكليه الطب الدار البيضاء قبلت الناس ديال برشي وقبلت الناس المحمديه والجديده وهذه وبالنسبه للستاتس يكون مراكش لا دخلنا باش وحدين من مراكش سميتو ولكن ما سي با بوسيبل او فعلا دابا راه الاكيد يعني راه ولاد دابا هذا المطلب راه ملح باش راه سوق السيده اللي خاص بها تقول لنا السيده سوق الحلقه الاضعف فيها تمام على اي هاد البرامج اللي كاينين هنا راهم مازال في المخطط ولكن كما قلنا خاص اتفاقيه مشاركه جديده وخاص تحيين ديال هذوك ديال دوك المشاريع بالنسبه للطرقات اما الطرقات الوضعيه كارثيه الحفار كما قلتوا هذه احنا دابا في اتصال مع الناس ديال الاشغال العموميه على اساس باش غير غادي نوقعوا بعدا في انتظار اللي تخرج الميزانيه ديال الطرقات وان كان قليله جدا لا الله خرجنا 3 مليون ديال الدرهم 3 مليون ديال الدرهم ما كايناش الان شفنا شارع الحسن الثاني شارع الجيش الملكي شارع الجنرال الثاني هادو الشوارع دابا كيبانوا راهم ماتوا يا الله اتفقنا دابا شفنا مع المصالح ديالنا التقنيه باش غيدوزوا واحد الملف ونكونوا واحد العمليه استباقيه نمشيو دابا باش نضربوا ولا باش يكون شي دعم لان الميزانيه كما قلت اشرتوا راه ما يمكنش باش دير لان خاص الملايير والملايير باش ترد الطرقات الى سميتو بالنسبه للنظافه هذا مشكل يومي كنعيشو كاين دوك قله هذوك الحاويات كاين بكل صراحه حتى المواطنين هذا المنبر باش خصنا الجمعيات تفيد تساهم في التحسيس ديال المواطنين اللي كاين شي واحد اللي كاين البوبيل كاينه وكيفرض حدا في الجنب ديالها ثم كاين ما كيقولوا البعاره كيشوف الليل كيجبدوا كيخليوا هذاك الشيء ولكن كما كان الحال كاين لجنه ديال التتبع حنا دائما كنلقاو دابا اللوم على الشركه والشركه حتى الشركه بقات عندها دابا واحد شات مليا غادي تزيد بالنسبه للشركه كاين موظفين ديالنا تابعين ليها بحال هاد الملاحظات اللي كنديرو هاد الاصدقاء اللي ما كانوش خاصها نقولو راهم كيستجبوا ولكن كما كانت الحال الشركه دابا الوقت ديالها راه انتهى بقات ليها واحد 10 ولا 5 وتا هي كانت نقطه في جدول الاعمال ولكن ملي ما توصلناش لفتره التحملات تاجلت الى دوره استثنائيه بالنسبه للانفتاح على الجامعات القرويه بخصوص النقل الحضري هذا النقل الحضري خاص لابد واحد الترخيص عاملي هذيك طايبوس اللي كانت كتمشي لولاد سعيد وكانت كتمشي لعين عيون وكانت كتمشي لا ما كتمشيش حتى هذه لا سيد عيدي وغالبا كتمشي لسيد عيدي ولا سعيد ولكن كان عندهم ترخيص عاملي واخا كانت عندهم مشاكل مع الطاكسيات كيجي يوقفوا لهم عند الحافله مع ذلك هل جاتنا طلبات من عند سميتو ولاد صغير من عند جماعة المجاولة خميسات بغاو الحافلات ولكن
دفتر التحملات اللي كتربط الجامعه مع سميتو ما كيسمحش حنا مجمع السيد الرئيس مع خاص العامل مع هذا الناس ديال الطوبيس كاين العقد اللي بين الجماعه وبين الشركه ديال النقل الحضري. اما هذا باش غادي يخرجوا خاصهم ترخيص عامل. بالنسبه للاسئله اللي تقدمت بها الاخت صفاء، بالنسبه للتدبير الشكل الفلاحي هذا ماشي في الاختصاص ديالنا. بالنسبه للخراب السياسه، بالنسبه للخراب ديال المجتمع المدني والجمعيات بصفه عامه، بالنسبه للاعمال اللي كنقوموا بها احنا دائما نعتبر بان الجمعيات راه واحد شريك اساسي في العمل ديالنا. والان حنا كندير واحد الهيئه ديال المساواه وتكافؤ الفرص اللي غادي يكون فيها 15 عضو من بينهم 8 ديال النساء، لان هيئه المساواه وتكافؤ الفرص خلنا ندخل النساء. وراه عندنا غدا واحد الاجتماع ديال اللجنه التقنيه، لان المصادر ذات فاش غادي نكملوا هاد الهيئه ديال المساواه وتكافؤ الفرص اللي غادي تتبع الهيئه، غادي يكون الرئيس ديالها. وفي القانون الداخلي والنظام الداخلي ديال الجامعه كيعطي بان هذيك اللجنه قوه اقتراحيه وشريك اساسي في الاعمال ديال المجلس، وغادي يكون عندهم 3 ديال الجلسات في السنه. بالنسبه للسياسه ديال التنمويه، تصور ديال هذه السياسه ديال التنمويه ديال المدينه، وهو لابد خاصها تكون مداخل، لان الميزانيه ديال الجامعه لا ترقى الى مستوى داكشي اللي كنطرحوا عليه. ولكن بالنسبه لنا حنا لابد خاصنا نديروا ملفات، وغادي ندقوا الابواب الوزارة الداخلية، الجهات المركزية، وكما قال السي عزيز البرلمانيين اليوم باش يساعدونا، وتكون الجماعة غير كشريك واحد مساهم بمسألة اللي هي تكون غير نسبية. وشكرا لك. غادي تسمح لي تسمح لي أمامي تسمح لي تسمح لي تسمح لي غادي انت غادي نبداو في التسمح المكتب الدراسة راه خدام فيه، تنسيق مع الوكالة الحضرية، ومن بعد سيعرض على اللجنه ديال القياده اللي كيتراسها السيد العامل. من بعد غادي تدوز اللجنه التقنيه ديال المصالح ديال اللي كاينين في المؤسسات اللي التراثيه ديال الجامعه، بحال مثلا الناس ديال التعليم فين باغي يكونوا الاعداديات، فين باغي الثانويات، فين خاص فيها عدد الخصائص، الناس ديال المستشفى، بحال مثلا هذيك البلاصه اللي قلتي تما هذا فرصه باش تحط فيها المستشفى ديال سي عبدين اللي تحط في هذيك البلاصه تما، خاصو لابد يدار في بلانجمون، لان ملي كتحط تما كتعود عندها صبغه قانوني، وكنعودو حنا عندنا الصلاحيه باش تدير ديك القضيه ديال سي عبدين، لان تكتسي الصبغه المنفعيه في الساعه في بلانجمون. حيخيز هذيك الوجه ديال السيد الرئيس شكرا لك، شكرا للسادة الحضور، شكرا للسادة الضيوف، شكرا كثيرا كثيرا بزاف للسادة الأعضاء اللي حضروا معنا، الأعضاء المستشارين والأعضاء ديال المكتب والنواب والرئيس اللي حضروا معنا في هذا اللقاء. وشكرا للسيد الرئيس والمجلس على استمراريته وانخراطه معنا كمجتمع مدني شريك في الاشتغال لمد الجسور ديال التواصل بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية. كنشكركم الحضور، كنشكر كذلك الناس اللي تبعوا معنا، اللي تفاعلوا معنا من خلال ملاحظات ديالهم، من خلال الأسئلة ديالهم. نتمنى والله أننا نكونوا ما نسيناش شي سؤال وطرحنا جميع الأسئلة اللي قالوا. ما غاديش يكون هذا أول لقاء السيد الرئيس، نتمنى والله دابا واحد السنة إن شاء الله ولا سنة وشوية نعاودو ثاني نجلسو باش تكون بشكل تدريجي إن شاء الله. كنشكر كذلك الموظفين كل الساهرين على العمل داخل الجامعة اللي هما جلود في الحق كيشتغلوا واللي كيديروا مجهودات كبيرة. شكرا لهم دابا على الحضور ديالهم اللي حضر معنا هنايا، وإلى موعد لاحق.
شكرا لكم سيد الرئيس. شكرا لكم.